مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده هامه جدا جدا من الاهلي الليله النهارده. حلقه ان شاء الله هتكون مهمه وفيها العديد من الامور اللي هنتكلم فيها ونوضحها بشكل كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، مش بس جمهور النادي الاهلي، كل جمهور الكره المصريه. مطالبين من حضراتكم ان انتم تركزوا معانا بشكل كبير في هذه الحلقه الهامه واللي فيها كواليس واخبار عديده ومهمه، وكمان فقرات غايه في الاهميه زي ما عودناكم دايما. بيسعدني ان يكون معايا في هذه الحلقه وبيشاركني فيها زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. عمر مساء الخير عليك. ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما امير اتكلم وقال حلقه مهمه جدا 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 هنتكلم فيها في امور خاصه بالنادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهارده كان في اجتماع مجلس اداره، كان كل جمهور النادي الاهلي منتظر ومترقب القرار اللي هيطلع. هنبدا مع حضراتكم القصه والحكايه سريعا قبل ما نروح لفاصل اذان العشاء. نبدا امير بالجدول المعلن. تمام. جدول المعلن اللي تم الاعلان عنه في اول اسبوع من شهر يناير ان النادي الاهلي هيلعب لقاءات لحد شهر مارس بالتواريخ المعلن، وبالتالي شهر كامل لم يعترض اي نادي سواء نادي الزمالك او نادي بيراميدز على الجدول المعلن من قبل اتحاد كره القدم، علشان يجي يوم 9/2/2019 نلاقي بعض الاعتراضات اللي حصلت من نادي الزمالك ونادي بيراميدز على شكل جدول المسابقه. وهنا السؤال، طيب ليه تم الاعتراض على الجدول بعد ما تم الاعلان عنه بشهر؟ هل بسبب ان النادي الاهلي بدا ان هو يشد حيله، بدا ان هو يتعاقد مع لعيبه مميزه، وبدا ان هو يعود تاني من جديد على المنافسه؟ ولا المفروض ايه اللي يحصل؟ يعني هل المفروض ان 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 ان, إن الاهلي ما يكونش منافس على بطوله الدوري، وان انا لما الاقي الاهلي بينافس لا ابدا احط العقده في المنشار وابدا ان انا اقول انا مش هلعب غير لما الاهلي يلعب مبارياته المؤجله؟ كلام كتير جدا، يعني عندنا كذا نقطه هنتكلم فيها، نقاط كلها مهمه جدا جدا. نادي الزمالك لما بدا البطوله في بدايه الدوري قال ان انا مش هلعب مباراه بيراميدز غير لما الاهلي يلعب مباراته مع بيراميدز. الاهلي كان عنده ماتش في افريقيا مع حوريه كوناكري والاهلي ما اعترضش، وبالعكس الاهلي بيساعد دايما الكره المصريه واتحاد كره القدم على انه الامور تتحل بشكل هادي جدا وشكل ودي جدا وبدون اي مشاكل. فعلشان كده بقول لحضراتكم الجدول ده معلن والاهلي ثابت دايما على قراراته، والاهلي دايما يعني ثابت على موقفه والمبادئ لا تتجزأ. النادي الاهلي قولا واحدا، الاهلي ثابت على الدوري او الجدول اللي تم الاعلان عنه في شهر يناير. لحد دلوقتي ده الكلام المعلن. طيب بص يا عمر، هو احنا في تفاصيل كتيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، هو الاهم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي او اللي ابتدى بيه عمر ان دي حيثيات قرار مجلس اداره النادي الاهلي او بيان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. هي اللي احنا هنقوله ده مش بيان او مش استكمال للبيان اللي اصدره النادي الاهلي، هي حيثيات لهذا البيان وبعض الاسباب اللي ممكن كانت تؤدي ان النادي الاهلي يتخذ هذا القرار والخاص بعدم مواجهه النادي الاهلي لبيراميدز. خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر ونخوض في كل هذه الحيثيات، بس استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم باقي الحلقه المهمه اللي ان شاء الله هنتكلم فيها في نقاط كثيره جدا خاصه بقرارات مجلس الاداره او قرار مجلس الاداره اليوم بثبات على موقف النادي الاهلي باللعب بالجدول المعلن في 8 يناير 2019. قلت لحضراتكم ان بقى في اعتراضات من نادي الزمالك ونادي بيراميدز في شهر فبراير بعد ما تم الاعلان عن الجدول بشهر، بسبب ان النادي الاهلي بدا ان هو يشد حيله وبدا ان هو يرجع تاني للمنافسه. طيب هل النادي الاهلي لما يلعب مباراه يوم الاحد امام الجونه النادي الاهلي من حقه يقول انا مش هلعب؟ ليه؟ الجونه لم يلعب ضد الاسماعيلي في الدور الاول، وبالتالي الاهلي هيكون لعب ضد الجونه لقاءين في بطوله الدوري العام. مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون اخر شهر مارس، الاهلي
ممكن يقول انا مش هلعب غير لما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي لقاءه الدور الاول اللي لسه اصلا ما تلعبش. طيب هل المنافسه فقط مقتصره على الاهلي والزمالك وبيراميدز ولا بقيه الانديه اللي موجودين؟ هقول لحضراتكم طبعا على كل الفرق اللي موجوده في الدوري، والدليل على كلامي ان الفرق اللي خسرت الاهلي والزمالك وبيراميدز فرق من الدوري العام. يعني الجونه قدر ان هو في لقاءين ياخد 4 نقاط من نادي بيراميدز. الزمالك بيتعادل مع طلائع الجيش، الزمالك بيخسر من النجوم، الاهلي بيخسر من الاتحاد، الاهلي بيخسر من المقاولين العرب، وبالتالي مش فقط الاهلي والزمالك وبيراميدز، لا ده في فرق كتيره جدا ليها الحق في الدوري او في جدول المسابقه، وبالتالي علشان كده ده اللي احنا بنتكلم فيه وبنوضح للجمهور النقط اللي موجوده من خلال قرار مجلس الاداره ومن خلال الجدول المعلن من بدايه عام 2019. طيب توضيحا برضو للموقف ده، هو الاهلي اتكلم ليه او قال ان هو مش هيلعب مباراه كاس مصر؟ يوم 9/2 من الشهر الجاري النادي الاهلي بعت لاتحاد الكوره قال لهم يا جماعه، ده بعد ما اتحاد الكوره عمل جلسه او اجتماع وكان وجه دعوه رسميه مش وديه لكل رؤساء الانديه او ممثلي الانديه اللي حضروا هذا الاجتماع، وبعد كده تحول طبعا لاجتماع ودي، ده بسبب يعني حاجات مهمه جدا وهو السبب واضح بالنسبه لكل الناس. اتحاد الكره اعلن من خلال المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد قال ان خلاص الانديه هتلعب طبقا لجدول جديد موضوع، وان هيكون ده بناء على التوصيات او القرارات اللي صدرت من قبل الاجتماع اللي حصل ما بين مسؤولي اتحاد الكره وايضا ممثلي ورؤساء الانديه، علما ركزوا معايا في الحته دي قوي، علما ان الاجتماع ده يعتبر باطل، يعني اجتماع ما ينفعش اصلا ان يتخذ من خلاله اي قرارات اطلاقا. ليه بقى؟ لان رئيس نادي الزمالك حضر هذا الاجتماع، واحنا عارفين وكل الناس عارفه ان رئيس نادي الزمالك موقوف قانونيا من ممارسة أي نشاط يخص ناديه على المستويات الرسمية، سواء موقوف من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لمدة 2 ومن قبل كمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 2. فبالتالي طالما حضر رئيس نادي الزمالك خلاص يبقى الاجتماع ده باطل، أي قرار هيصدر أو أي توصية مش قرار بس هتصدر من خلال هذا الاجتماع يعتبر باطل خلاص، واجتماع ملوش لازمه. وبعديها جم قالوا لك ايه؟ قال لك لا الاجتماع ده كان اجتماع ودي. طب ازاي يبقى اجتماع ودي وانتوا بعتوا خطابات رسميه للانديه ورؤساء الانديه او الممثلين اللي هيحضروا عن الانديه دي ان في اجتماع رسمي عشان نناقش فيه التعديلات والامور هتمشي ازاي وكلام من ده؟ فالكلام غير منطقي. دي نقطه مهمه جدا. لما اتحاد الكوره معايا عمر؟ تمام. لما اتحاد الكره قال لك ان هنأجل مباراه البيراميدز والاهلي يوم 28 في الدوري اللي هو 28 من الشهر الجاري، وكان في اقتراح من احد المسؤولين في فريق بيراميدز او في نادي بيراميدز ان المباراه تتحول من دوري لمباراه كاس، لان كده كده احنا عارفين الاهلي وبيراميدز من المفترض ان هم يلعبوا مباراه الكاس في دور ال 16 وكان ميعاد غير محدد، فأحد المسؤولين في نادي بيراميدز هو اللي اقترح هذا الاقتراح، مع ان المفروض ان اتحاد الكرة انت اللي بتصدر قراراتك، انت اللي بتاخد قراراتك والناس توافق عليها، مش تاخد قرارات من مسؤولين من انديه اخرى، لكن ما علينا ده اللي حصل يعني. فبالتالي لما صدر هذا القرار ان الاهلي يلاعب بيراميدز في كاس مصر، فبالتالي ده قرار غير منطقي، لان اولا انت بتتكلم في مبدا تكافؤ الفرص وده اللي استند ليه نادي بيراميدز وحقهم، ما عندناش مشكله خالص. انت دلوقتي عايز الاهلي يلعب الزمالك قبل طبعا مباراتك مع بيراميدز، خصوصا ان الاهلي لعب مع بيراميدز خلاص الدور الاول، فبيراميدز عايز الاهلي يلعب الزمالك قبل ما يلعبوهم في الدور الثاني، وده كلام منطقي ما فيهوش اي مشكله. لكن النادي الاهلي طلب من اتحاد الكره في خطاب بعته يوم 9/2 ان يكون في اسانيد لتاجيل ومبررات طبعا من خلال مخاطبات رسميه، لان النادي الاهلي ما يتعاملش غير من خلال المخاطبات الرسميه، باسباب تاجيل هذه مباراه الدوري. وحتى دلوقتي حتى الان ما فيش اي خطاب ارسل من اتحاد الكره للنادي الاهلي بخصوص الاسباب اللي ادت لتاجيل مباراه الاهلي وبيراميدز في بطوله الدوري. لكن اللي عايز اكد عليه عمر ونأكد على كل المشاهدين واللي بيسمعونا في هذه اللحظات ان النادي الاهلي لم ولن ينسحب من بطوله الكاس،
النادي الاهلي عمره ما بينسحب عامه، لكن بالتحديد هذا الموقف والناس كتير بتتكلم والناس كتير بتقول كده ان الاهلي ينسحب واتحاد الكره اصدر كلام كده غير منطقي ايضا، لان بصراحه كل التصرفات هذا الموسم من قبل الاتحاد المصري لكره القدم هي تصرفات غير منطقيه بالمره، واي عاقل هيفكر في هذه التصرفات هيعرف كل الاهداف اللي ممكن من وراء هذه التصرفات. لكن اللي لازم ناكد عليه من خلال حلقه النهارده ان النادي الاهلي لم ولن ينسحب، وملتزم تماما ملتزم تماما بالجدول الموضوع لطبعا مباريات بطوله الدوري، والجدول اللي تم وضعه بالتحديد يوم 8/1، وكل الانديه وزي ما قال عمر كده كل الانديه ما اعترضتش. اول اعتراض جه بالظبط بالظبط بعد 21 يوم من طبعا اصدار هذه التعديلات الخاصه ببطوله الدوري، بعد ما النادي الاهلي ابتدى يبرم صفقاته، بعد ما النادي الاهلي ابتدى يستفيق في بطوله الدوري، اعتقد ممكن ده يكون يعني اصدر بعض القلق لبعض الانديه، لكن دي نقطه ايضا كانت مهمه اكيد. طبعا. طيب دلوقتي يا جماعه نهائي كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في مصر هتكون يوم 19/7، وبالتالي بدايه دوري ابطال افريقيا هيكون يوم 9/8، وبالتالي الاتحاد الافريقي لازم يكون عنده اسامي الفرق اللي هتشارك صح في البطولات الافريقيه للموسم الجديد علشان يبدا يحط الخريطه للادوار التمهيديه وللادوار ال 32. طيب انا هنا في موسم استثنائي، وبالتالي بطوله الدوري وبطوله الكاس اكيد بطولتين مهمين جدا، بطوله الكاس هي البطوله الاقدم، لكن بطوله الدوري في اي بطوله في محليه في العالم هي البطوله الاهم. من خلال بطوله الدوري بيبدا يتحدد حاجات كتيره جدا زي المقاعد الافريقيه. طيب انت عامل شكل ليه بطوله الدوري وجدول كل الانديه ماشيه عليه، ليه دخلت مباريات الكاس وسط مباريات الدوري؟ أنا عندي بطولة هتقام في مصر، وبالتالي موسم استثنائي، وبالتالي أنا بسابق الزمن علشان أعرف أخلص على قد ما أقدر بطولة الدوري قبل بطولة الأمم الأفريقية وأرجع أكملها بعد البطولة، فبحاول إن أنا سابق الزمن علشان خاطر أخلص بطولة الدوري. إيه الهدف من وضع مباريات الكاس وسط لقاءات ومباريات الدوري؟ ممكن طبيعي جدا نلاقي إن بطولة الكاس مفيش وقت او مش عارفين يعني نضع عليها جدول بشكل منظم وبشكل يكون فيه تنسيق مع بطولة الدوري فتتلغي. لكن انا دلوقتي عايز احط ماتشات الكاس مع ماتشات الدوري، وبعدين انا هتعطل لا هطول دوري صح ولا هطول كاس. طيب دلوقتي يا امير اتحاد كرة القدم قال ان مباريات الكاس بدون جمهور. حلو. طيب ليه بدون جمهور؟ طيب هو في البداية ليه البدايه في اتحاد الكوره اتحاد الكوره الكاس ما تبتدي اصلا قال ايه؟ لا احنا بنتكلم على الخطاب اللي جاي من وزاره الداخليه. حلو قوي، انا بس عايز اوضح نقطه للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، ان البدايه اصلا بدايه بطوله كاس مصر الهدف من هذه البطوله من في الشقه الخاص بالجماهير هو حضور الجماهير لهذه البطوله عشان تبقى بدايه لعوده الجماهير بشكل طبيعي في الملاعب المصريه، وخصوصا ان احنا كمان مقبلين على بطوله الامم الافريقيه، بالتالي دور ال 32 اتلعب وبحضور الجماهير. ليه؟ بعد ما المواجهات اتحددت في دور ال 16 تم الغاء حضور الجماهير. ده السؤال بقى اللي بيطرح بص نفسه. عايزين نوضح للساده المشاهدين ان وزاره الداخليه ارسلت خطاب لاتحاد كره القدم، ورقم الخطاب هو 34/36 بالظبط، والوارد فيه وبيقول ان السماح لعوده الجمهور لمباريات كره القدم، ما قالش دوري صح وما قالش كاس. أكيد. طيب الاهلي بدا دور ال 32 والانديه الاخرى بدات الادوار التمهيديه والادوار ال 32 بوجود جمهور بالظبط. طب هل الاهلي عشان هيلاعب بيراميدز مش هنخلي جمهور يحضر؟ عشان الاهلي ليه طبعا قاعده جماهيريه كبيره، لكن بيراميدز ما عندوش اي قاعده جماهيريه. طيب ده المنطق اللي مشي من خلاله يعني. دلوقتي معنى ان اتحاد الكوره يقول ان مباريات الكاس بدون جمهور طيب والداخليه بتقول ان هي قادره على التنظيم، طب هل اتحاد الكره بيقول ان الداخليه واحنا داخلين والامن المصري واحنا داخلين على بطوله مهمه الاقوى في القاره الافريقيه بالظبط ان الامن المصري مش عارف ينظم مباريات كاس فيها 5000 متفرج؟ لا، الامن المصري قادر طبعا، والامن المصري والداخليه المصريه قادرين ان هم ينظموا اي حاجه، والدليل ان هم هينظموا بطوله الامم الافريقيه اللي هيكون فيها كل مباراه لمصر على الاقل من 80,000 متفرج لحد 100,000 متفرج بالظبط. تمام. طيب انت دلوقتي
المفروض ان احنا عندنا بروفات لكاس الامم الافريقيه، فالمفروض ان مباراه الاهلي وبيراميدز او اي مباراه في كاس مصر يكون بجمهور. طيب انت ليه بدات الكاس بجمهور وليه عايز يعني في نصه تشيل الجمهور؟ طب هل الاهلي وبيراميدز لو ما كانش لعبوا بعض كان ايه الوضع؟ كان هيبقى في جمهور؟ انا اقول لك بقى الاجابه. ايه الاجابه؟ الاجابه ان المباراه او دور 16 عشان في مواجهه ما بين الاهلي وبيراميدز، فالافضل ان ما يبقاش فيه جمهور، لان احنا ده اللي واضح من خلال مباريات الاهلي وبيراميدز بشكل عام او مباريات بيراميدز بشكل خاص، هم مش عايزين يبقى فيه جماهير في هذه المباراه بالتحديد. دي الاجابه باختصار يعني. لو المباراه او لو دور 16 فيه مواجهه اخرى للاهلي مثلا مع فريق اخر وبيراميدز مع فريق اخر، كان قرار الجمهور ده هيستكمل صدقني يعني. امير الفكره كلها تاني ان الاهلي ما عندوش اي مشكله. الاهلي لو عنده مشكله هيقول انا مش هلعب يوم الحد عشان الجونه ما لعبش مباراه الاسماعيلي من الدور الاول. الاهلي لو عنده مشكله هيجي قبل ماتش الزمالك اللي هيكون في اخر مارس هيقول انا مش هلعب غير لما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي الدور الاول. نادي الاهلي دايما يا امير ما عندوش مشاكل، بالعكس الاهلي بيساعد الكره المصريه واتحاد كره القدم ان البطوله تنظم بشكل صحيح، وفي نفس الوقت يكون في مبدا تكافؤ الفرص ما بين الانديه كلها. الاهلي دايما ثابت على موقفه، الاهلي دايما بيبص للمصلحه العامه قبل مصلحته الشخصيه، وبالتالي ثبات النادي الاهلي في موقفه على ان هلعب الجدول المعلن من بدايه شهر يناير 2019 اللي حضراتكم اقترحتوه واللي حضراتكم قلتوا عليه، وبالتالي انا هلعب بالشكل اللي انتوا قلتوا عليه. لكن بطوله الكاس في الوقت الحالي هو امر ما كانش معلن عنه قبل كده، وبالتالي ما كانش محطوط اصلا في التعديلات خالص ان في مباراه كاس اصلا. طبعا طبعا لكل الانديه مش الاهلي بس ولا بيراميدز بس يعني. يعني هو اصلا الجدول كان محطوط ما فيهوش اصلا اي بطولات كاس في النص يعني، او اي مباريات في بطوله كاس مصر. الجدول كان محطوط من في تقريبا من شهر يناير لغايه 30 مارس وهو موعد مباراه الاهلي والزمالك، وما كانش فيه اي اعتراضات زي ما قلنا من الانديه، وما كانش يتخلل هذا الجدول اي مباراه في بطوله الكاس. فغريبه جدا ان لما يكون في توصيه من احد المسؤولين في نادي معين يؤخذ بها من قبل اتحاد الكره، رغم ان اتحاد الكره هو اللي المفروض بيطلع القرارات والانديه هي اللي تنفذها، لكن الامر بصراحه غريب السنه دي بالتحديد، قرارات مش من اتحاد الكره او مش من تفكير اتحاد الكره. اتفضل يا عمر. امير تعالى نروح لمسجد عمر مكرم ونتابع عزاء المغفور له باذن الله دكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي مع الزميل العزيز كريم احمد. اتفضل كريم. شكرا لك زميلي عمر، شكرا لك زميلي امير هشام، كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. بالفعل طبعا متواجدين في عزاء الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي. فقدنا وفقد الوسط الرياضي والوسط الصحفي ايضا الدكتور خالد توحيد احد القامات الصحفيه الرياضيه الكبيره. النهارده كمان يمكن كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي في لفته كالعاده لمجلس الاداره والوقوف دقيقه حداد في بدايه الاجتماع على روح الفقيد والمغفور له باذن الله الدكتور خالد توحيد. العزاء زميلي عمر زميلي امير، بالفعل بنشوف كل الشخصيات الرياضيه، الصحفيين، النقاد الرياضيين، الشخصيات العامه، مجلس اداره النادي الاهلي، الكل في حب الدكتور خالد توحيد رحمه الله عليه. اكيد طبعا هذا الحب الكبير يدل على خلال الفتره الماضيه وخلال تواجد الدكتور خالد توحيد سواء في الهرم الرياضي او في رئاسه قناه النادي الاهلي في الفتره الاولى والفتره التانيه، على حب الناس الكبير جدا زميلي عمر وزميلي امير، ده اللي احنا شايفينه الحقيقه خلال العزاء. شخصيات عامه وشخصيات يمكن قياديه كمان في الشرطه والداخليه يكونوا متواجدين ايضا. زي ما بنقول يمكن فقدنا بشكل كبير جدا واحد من القامات الصحفيه والرياضيه، ربنا يرحمه ان شاء الله ويسكنه فسيح جناته. التوافد يمكن العزاء بدا كالعاده بعد صلاه المغرب مباشره، العدد كبير جدا ولسه كمان في ازدياد. ربنا يرحمك يا دكتور خالد ويصبر اهلك، يمكن ابنه كمان متواجد علي، زمايله كلهم بشكل عام، كل العاملين في قناه النادي الاهلي والقنوات طبعا القنوات المختلفه بشكل عام متواجدين للعزاء الخاص بالدكتور خالد توحيد. ان شاء الله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. عوده ليك زميلي امير، عوده ليك زميلي عمر. بشكرك يا كريم شكرا جزيلا. وطبعا يعني هو الخبر الاحزن هذا الاسبوع بالنسبه لكل الوسط الرياضي في مصر بوفاه الدكتور خالد توحيد، هذه الشخصيه المؤثره في كل شخص تعامل معه سواء في الجوانب الشخصية أو الجوانب المهنية. يا رب ربنا يا رب يرحمه ويغفر ويسكنه فسيح جنته. طيب نكمل يا عمر بقى الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه فيما يخص تابعيات أو حيثيات قرار النادي الأهلي النهاردة بعدم خوضه مباراة كاس مصر. أنا عايز بس إيه أأكد على النقطة دي، الأهلي ما انسحبش يا جماعة، الأهلي قرر إن هو مش هيلعب كاس مصر أو مش هيلعب مباراة
يوم 28 اللي قررها اتحاد الكره رغم النادي الاهلي خطبه وقال له يا جماعه، قال لهم يا جماعه احنا مش هنلعب المباراه دي وعايزين يعني اسانيد للقرار اللي انتوا هتاخدوه بتاجيل مباراه بيراميدز. والاهلي كمان في بيانه المح تمام ان هو ما عندوش مشكله ان المباراه ما بين الاهلي وبيراميدز تتاجل لما بعد مباراه الاهلي والزمالك. ده نادي بيراميدز شايف ان من مصلحته او شايف ان ده من حقه ان المباراه تتلعب طبقا لمبدا تكافؤ الفرص، ان الاهلي لعب الزمالك الاول. لكن اللي لازم ناكد عليه ان الاهلي لسه متواجد في كاس مصر وملتزم بجدول المباريات اللي تم وضعه من قبل اتحاد الكره، او التعديلات الاخيره مش الاخيره دي اللي هي كانت في شهر يناير، يعني التعديلات اللي حصلت من قبل اتحاد الكره النادي الاهلي ملتزم بيها وحريص كل الحرص على تنفيذها. وفي الحقيقه انا اول مره اشوف نادي يكون حريص اكتر من اتحاد الكره ان هو ينفذ الجدول اللي اصدره اتحاد الكره. الموضوع بصراحه غريب يعني، ولا انت شايف ايه؟ بص يا امير، زي ما احنا اتفقنا كان في جدول معلن شهر محدش اتكلم. بعد ما النادي الاهلي عاد من جديد الى المنافسه والى التعاقد مع صفقات قويه، بدا ان يكون في كلام على ان مش هلعب غير لما الاهلي يلعب مع نادي كذا ونادي كذا. طيب نادي الاهلي تاني، نادي الاهلي طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتالق في بطوله الدوري او منافس حقيقي. وزي ما قلت لحضراتكم ليه اتحاد كره القدم بيحصر المنافسه فقط والاهتمام فقط على الاهلي والزمالك وبيراميدز. الاهلي والزمالك وبيراميدز طبعا انديه تنافس على لقب الدوري، لكن فين الانديه الثانيه؟ الانديه الثانيه يا جماعه هم اللي بيحددوا شكل البطوله. صح، قلت لحضراتكم ارجعوا للنتائج، شوفوا مين الانديه اللي فقدت نقاط من الاهلي والزمالك وبيراميدز. هتلاقي الاتحاد، هتلاقي النجوم، هتلاقي المقاولين العرب، هتلاقي طلاع الجيش. هنلاقي ان الانديه، ان الاتحاد كره القدم مش بيبص لها من ناحيه الجدول او من ناحيه ترتيب المباريات او من ناحيه تنظيم الماتشات سواء بالدوري او بالكاس. هم دول اللي ايضا بيحددوا شكل مسابقه الدوري العام. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم تاني هعيد وهزيد، الاهلي ما عندوش اعتراض على اي شيء غير على الشكل المعلن عنه في شهر يناير. اخيرا الجونه، الاهلي هيلعب معاهم الاحد والجونه لسه ما لعبش مباراه الاسماعيلي في الدور الاول، ودي نقطه مهمه جدا ممكن يكون كتير من الساده المشاهدين مش عارفين المعلومه دي. تخيلوا حضراتكم ان ايضا الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 30 مارس او في اخر شهر مارس قبل ما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي مباراه الدور الاول. اشمعنى الاهلي ما طلعش وقال انا مش هلعب ضد الجونه غير لما يلعب مباراته مع الاسماعيلي؟ اشمعنى الاهلي ما قالش مش هلعب ضد الزمالك غير لما الزمالك يلعب ضد الاسماعيلي؟ الموضوع كله يا جماعه هو ثبات على القرار وثبات على المبادئ وثبات على مبدا تكافؤ الفرص. لازم الفرص تكون متكافئه ما بين الانديه، وده شيء مهم جدا يا امير، والاهلي حريص عليه زي ما انت قلت. الاهلي حريص على انه ينفذ الجدول اللي تم الاعلان عنه، وحريص على كل مباراه حتى نهايه شهر مارس، علشان هو ده الاتفاق ما بين المؤسسات الكبيره. الاهلي مؤسسه كبيره جدا، واتحاد كره القدم مؤسسه كبيره جدا، واحنا عندنا بطوله في شهر 6 ان شاء الله امم افريقيا، وبالتالي احنا عارفين انه موسم استثنائي. فممكن لو الوقت زنق او الوقت ما عرفناش ننظم بطولتين، المانع ان احنا نلغي بطوله الكاس الموسم الحالي مع ان الدوري طبعا هي الاهم، وعلشان افريقيا اتحاد افريقيا الاتحاد الافريقي محتاج يعرف مين الفرق اللي هتشارك في الدور التمهيدي ودور ال 32 لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم ان شاء الله. هو السؤال هنا او علامات الاستفهام هنا عمر، ليه الاستجابه لطلبات فريق عن الاخر؟ يعني ليه اتحاد الكوره استجاب لطلبات بيراميدز تمام وما استجابش لطلبات النادي الاهلي؟ او النادي الاهلي لما قال يا جماعه انا مش هلعب مباراه الكاس يوم 28، ما تستبدلوش مباراه الدوري بمباراه الكاس، ليه يعني تم ضرب هذا القرار؟ يعني ما حدش فكر فيه في اتحاد الكوره او كانه ما طلعش اصلا من النادي الاهلي. وليه تم الموافقه على قرار بيراميدز او الاقتراح اللي اصدره نادي بيراميدز من خلال احد المسؤولين في هذا النادي ان المباراه تكون مباراه كاس؟ هنا بقى علامات استفهام، وهنا بصراحه حاجه غريبه جدا واكيد هنتكلم فيها مع ضيوفنا. لكن خليني اقول لكم ان بكره هيخرج قرار من النادي الاهلي وخطاب هيوجه لاتحاد الكوره. الخطاب ده موجه من او مكون من بندين مهمين جدا. رقم واحد ان النادي الاهلي محتفظ تماما بكافه حقوقه القانونيه. رقم اثنين ان النادي الاهلي ملتزم التزام تام بالجدول الموضوع لمباريات الدوري العام واللي اصدره اتحاد الكره المصري. اذا من خلال القصه دي كلها يا جماعه نقدر نستشف ايه؟ نستشف ان النادي الاهلي هو الاكثر
حرصا على مصلحة الكرة المصرية من خلال استكمال بطولة الدوري بالشكل الطبيعي، واللي أقره اتحاد الكرة سابقا واللي غيره اتحاد الكرة مؤخرا بسبب اقتراحات بعض الأندية ليها نفوذ أو ليها نفوذ كبيرة بتؤثر على اتحاد الكرة. وهنا بقى علامات الاستفهام للأسف اللي احنا ممكن نكون مستغربينها بعد قرارات اتحاد الكرة المصري. عندك تعليق أخير قبل ما نستقبل ضيوفنا؟ لا، هنروح نستقبل ضيوفنا النقاد الرياضيين اللي هيكونوا مشرفينا ومنورنا بعد الفاصل، الأستاذ شريف عبد القادر والأستاذ محمد صادق، وإن شاء الله نكون يعني هنكمل معاهم باقي الكلام على لقاءات الكاس والدوري وموقف النادي الأهلي. نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا المحترمين. معاكم مشاهدينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في هذه الحلقة الهامة جدا من برنامج الأهلي ليلة النهاردة. بيسعدنا في هذه اللحظات نستضيف في الاستوديو كل من الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي الكبير، ورحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. وأيضا الناقد الرياضي الكبير طبعا الأستاذ شريف عبد القادر، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك وأهلا بيكوا وبنعزيك وفي وفاة زميلنا العزيز وأستاذنا الناقد الرياضي ورئيس قناة الأهلي الأستاذ خالد توحيد، ربنا يتغمده برحمته يعني ويغفر له ويرحمه ويصبر اهله ويصبرنا يعني على هذه الفاجعه يعني. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له ويستر عليه ان شاء الله باذن الله. طيب يعني هنبدا مع حضراتكم استاذ محمد، يعني نادي الاهلي النهارده اجتماع مجلس اداره وقال ان الاهلي ثابت على موقفه وانه متمسك بجدول الدوري اللي تم الاعلان عنه في بدايه شهر يناير. راي حضرتك ايه؟ شوف انا عايز اقول حاجه مهمه بعيد عن قرار الاهلي بالتاكيد، يعني اتحاد الكوره بيعيش فتره مهتزه للغايه. هذا الموسم يعد من اسوا المواسم في كره القدم. تمام. من اول يوم في الموسم والازمات بتتلاحق واللي بيصدرها اتحاد الكوره لاما حكامه لاما لجنه مسابقاته لاما اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم، والقصه الاخيره قصه الجدول الدوري دي ازمه بدون لازمه افتعلها اتحاد الكوره عشان خاطر هو نقدر نقول ما قدرش يواجه الامور بالمواجهه الصحيحه باللوائح والقوانين والكلام من ده ويحتفظ ان هو يبقى سيد قراره بمعنى اصح، وسمح للاخرين او سمح لبعض الاطراف ان هي تضغط عليه ضغط شديد جدا، معرفش يعني ايه السر في كده، عشان خاطر يغير قراره مره واثنين وثلاثه. ويما يكون مجلس بيدير كرة القدم المصرية اللي هي رقم واحد في أفريقيا ويبقى بهذا الاهتزاز، يبقى شيء طبيعي انه لابد انه يكون في رد فعل محترم من جهات اخرى تقول له لا اقف عندك. انا بعتقد ان قرار النادي الاهلي بالتمسك بالجدول المعلن من قبل وبالنظام اللي محطوط والذي بلغت به جميع الاندية وبلغت به الاهلي قرار يعني محترم جدا جدا، ويضع الامور في نصابها الحقيقي والطبيعي، واللي مفترض ان اتحاد الكوره بدل ما يبدا يتمادى في الازمه يحط الحلول بقى ويرجع للحق ويرجع للصواب ويرجع لان هو يبقى سيد قراره ولا يملى عليه القرار. طيب استاذ شريف، عايز اسالك من وجهه نظرك الاستهزاء الاهتزاز اللي بيمر بيه اتحاد الكره خلال الفتره الحاليه دي ممكن يكون اسبابه ايه؟ هو مش الفتره دي بس، طول عمرنا كده اتحاد الكره كده، طول عمر الانديه اقوى من اتحاد الكره، طول عمر الانديه اقوى من اتحاد الكره، وطول ما العمل الاحترافي بيديره هواه ومتطوعين هيفضل بالوضع ده. اتفق معاك جدا. طول ما عمل احترافي واي حاجه بتنجح، اي شركه بتنجح ايه؟ ناس محترفه بتتقاضى اجر. صح. اجر محترم، طب اعرف احاسبه اسيبه اعاقبه، يبقى في ثواب يبقى في عقاب. كل ده، لكن طول ما انت حضرتك دلوقتي الناس دي اخطات، احاسبهم باي منطق؟ صح. اخطات، مش هقول لك بقى ما بتكلمش في زمن ماليه، اخطات في قرار او اخطات في تصرف او يعني مجموعه قرارات ادت بالكره المصريه مثلا
انها تتعرض لعقوبات او احاسبهم ازاي؟ ما بتكلمش في ازمات ماليه او سرقات او الكلام ده. فطول ما اتحاد الكره اضعف من الانديه هيفضل الوضع زي ما هو. طول ما من يدير العمل الاحترافي الرياضي في مصر هم مجموعه من الهواه او المتطوعين زي ما بيقولوا. انت بتيجي تقول له وتكلمه تقول له انت عملت ده غلط ليه؟ انا متطوع وانا باكل منها ولا بشرب منها؟ صح، تفهمني. فطول ما هو الموضوع بيدار بهذه الطريقه، او المسؤولين عن الكره في مصر او الرياضه التحديات الثانيه ما نفس الشيء برضه. ما انت المشكله ايه؟ هو بيبقى موظف سابق ايا كان التايتل بتاعه، صح، خلاص، فيقول لك فلان الفلاني فلان الفلاني ورئيس اتحاد كذا. ماشي، ممكن ما يكونش لعب اللعبه دي اصلا، يعني ممكن ما يكونش، ده ما بتكلمش على الكوره بس، ممكن ما يكونش لعب اللعبه دي، لكن هو بيدور على تايتل يقضي بيه بعد ما طلع معاش مثلا او اخرج على المعاش يقضي بيه حياته، يبقى حياته تايتل، يسافر بيه بره ويبقى رئيس بعثه ويبقى مش عارف ايه ومسؤول عن اتحاد، يقعد في جمعيه عموميه والكلام ده كله والقصص دي، وخناقات بقى على السفر والكلام ده كله. طول ما اللي هو بيديره عمل احترافي هيفضل حال الرياضه المصريه بهذا الشكل، وحال الكره المصريه اللي هي عنوان مصر او عنوان الرياضه في مصر او اللعبه الشعبيه الاولى بالنسبه للجماهير بهذا الوضع. تعال بقى للقرار اللي حاصل ده. هو حضرتك انت مش اعلنت في 8/1 جدول المباريات بالظبط؟ ماشي، والناس ساكته، محدش ما طقتش، لا الاهلي اعترض ولا الانديه الثانيه اعترضت. صح، في 9/2 نادي اعترض. قد يكون معه الحق ان هو عايز مبدا كاف الفرص ان هو ما يلعبش مبارياته الشريف مع الاهلي. اشمعنى اعترض دلوقتي؟ ما هو عشان الاهلي جه. ما انا بقى عايز اعرف عشان الاهلي جه، نوضح النقطه دي. الاهلي رجع، الاهلي كان فيه مجموعه اخفاقات سواء محليا او افريقيا، وكان الاهلي رايح، الاهلي ما تدعيمات وبتاع، الاهلي واضح، وده واضح تمام بدليل الجدول دلوقتي. ماشي، الاهلي رجع والاهلي بقى شكله كويس ماشي، والتعادل اللي حصل بين بيراميدز والزمالك ده اثر على مشوار الفريقين. ماشي، يعني خساره بيراميدز وتعادل الاهلي كان في صالح الاهلي. لا مش الاخير ده، انا بتكلم على تعادلهم هم اللي هو بعد الموضوع ده حصل. ان المسؤولين عن نادي بيراميدز اعترضوا على ان الاهلي يلاعب بيراميدز قبل ما يلاعب الزمالك في الدور الاول. تمام، قد يكون معهم الحق، تكافؤ فرص ولا حاجه، وده بان حتى في بيان الاهلي اللي صدر في 10/2 اللي قال لك انا ما عنديش مشكله ان المباراه تتاجل. ماشي، لكن انت اجلت المباراه والجميع الاطراف موافقه، ايه اللي يخليك تقدم الكاس او تجيب مباراه الكاس قدامها هنا وانت عارف ان الاهلي قال لك انا مش عايز الحكايه دي؟ هل هو عند، يعني هل انتوا بتشتغلوا عند حد معين؟ يعني هل مصالحكم مرتبطه بمصالح حد؟ فتحس ان بص، يعني حضرتك مفيش قانون. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا، ويمكن نفس الحكايه، احنا بنتعامل مع وكالتين للانباء. حضرتك بتعرف تعمل جدول الدوري او تقديم الدوري؟ ما تعرفش، لان انت عندك حاجه من 13 وحاجه من 20 وحاجه من 23. عندي مشكله كبيره جدا، مش عارف اكتب الدوري، يعني مباريات او تقديم او الحاجات دي، عندي مشكله كبيره، ويمكن نفس المشكله بيقع فيها الاستاذ محمد في نفس الحكايه، وهو هناك مش فاهم، يعني هو هناك مش عارف ان ده ممكن يحصل في دولة كبيرة بنقول انها هتنظم أمم أفريقيا، ماشي، وصاحبة التاريخ الطويل في الكورة والأكثر تتويجا بأمم أفريقيا والآخر، وعندها نادي القرن والكلام ده. لما بيحصل دوت، مفيش دولة في العالم بيحصل فيها الكلام ده، مفيش دولة في العالم بيحصل فيها. ودوريات عدد الأندية اللي فيها أكبر، يعني دوريات عدد الأندية المشاركة فيها أكبر من 18، بيوصل ل 20 نادي، وعندهم أسابيع وعندهم دوريات، يعني الدوري الإنجليزي، دوري إنجليزي وبطولتين كاس في انجلترا، والناس بتشترك في دوري الابطال، والناس بتشترك في الدوري الاوروبي، ومفيش الكلام ده. ليه بيحصل عندنا ده؟ سيبك من حكايه افريقيا دي والسفر، ممكن ده ياثر، بس ما ياثرش ان الجدول كله يبقى ياثر على ناديين، لكن مش الجدول كله متبهدل. ما تعرفش يعني ايه اللي سبب في ان انا اجل مباراه بيراميدز والزمالك في الدور الاول؟ قال لك عشان الاهلي لعب بيراميدز الاول. الاهلي كان عنده ماتش في افريقيا. والاهلي كان عنده حريه كناكري. صح، والاهلي ما اعترضش، والاهلي ما قالش اي حاجه. كله على المزاج. يعني انت عايز ايه؟ ماشي يا باشا. ليه؟ لان الناس دي مرتبط بالجمعيه العموميه، مرتبط ان ده صوت في الجمعيه العموميه في يوم من الايام هينفعه، خاصه لما يبقى نادي كبير ومؤثر ولو تاثيره في الجمعيه العموميه. فللاسف الشديد طول، وانا يعني وجهه نظري ان الانتخابات عمرها ما جابت الاصلح. والله الانتخابات عمرها ما جابت في الرياضه تحديدا، يعني عمرها ما جابت الاصلح للاسف. لا اللعبه قذره
وديرتي وكل حاجه. فللاسف الشديد دي ناس لا تعمل الا لمصلحتها. احنا داخلين على امم افريقيا والمفروض ان في جمهور والمفروض ان اهل ملاعبنا لده والكلام ده. انا عارف ان جمهور المنتخب غير جمهور الانديه، يقول لك لا انت مش هتلعب الكاس بالجمهور، ماشي قد يكون ده قرار امني. لا لا لا, لا, لا هو مش قرار امني. الداخليه بعت خطاب يوم 1/9/2018 بتقول ان هي موافقه على عوده الجماهير مباريات كره القدم، مش الدوري ومش الكاس. طيب بدات بطوله الكاس يا استاذ محمد في الدور ال 32 بجمهور. جمهور طبعا. طيب هل الاهلي عشان لعب بيراميدز فانت مش عايز المباراه تكون بجمهور؟ لا طبعا، هو طبعا ده اسمه الكلب مكيلين، هو بيسمع وجهة نظر بتنفذ، يعني واخد بال حضرتك هو واثق تماما. اولا مع كل الاحترام لكل الانديه اللي مالهاش جماهير، احنا بنحترمها طبعا، وما في انبي وفي بتروجيت وفي كذا وفي كذا ملوش جمهور طبعا. ورغم ذلك بيقدم مباريات رائعه جدا قدام الاهلي، وجمهور الاهلي بيحضر مباريات، واحيانا الاهلي بيخفق او الزمالك بيخفق، شيء طبيعي جدا. بقوه الفريقين دي حاجه، لكن انت بتحرم جمهور عشان خاطر يجي لك تعليمات ان انت ما يحضرش جمهور لماتش بيراميدز والاهلي، ده كده ما فيهاش مالهاش. بص حضرتك احنا عايزين نواجه المشكله، التعليمات دي ممكن تكون جت من مين؟ يعني احنا عايزين نواجه المشكله مع بعضينا كده على طول كده بدون لف ولا دوران ولا اي حاجه خالص. اولا المال الرياضي ممكن يعمل كل شيء. المال الرياضي احنا الاول كان فيه فساد مش عارف ايه، وكان فيه نوع من انواع مصالح شخصيه وكذا، دلوقتي المال الرياضي ممكن يعمل كل حاجه، يخلي اتحاد الكره يغير قراراته مره واثنين وثلاثه، ما هو حاجه من اثنين، لا اما في مصالح، لا اما في على راسك بطحه، لا اما كذا لا اما كذا، عشان تخلص قراراتك. ما تقوليش بقى دي تدخلات سياسيه، ما تقوليش كده، عشان الرياضه ما فيهاش مالهاش علاقه بالسياسه. مهما كان رئيس النادي، اي رئيس نادي مكانته هو في الاخر رئيس نادي رياضي، ما ينفعش ان انت حاجه من اثنين، كان بيبقى فيه واحد صوته عالي ويقعد ويسب ويلعن والكلام من ده، واتحاد الكوره يخضع ويبقى تمام. دلوقتي اصبحت القصه ان في ضغوط ثانيه، ان معلش دي كذا دي اعمل كذا وما تعملش كذا والكلام من ده، تعليمات ضغوط رهيبه جدا جدا عشان تغير قراراتك. احنا مش عايزين نسمي الامور بمسمياتها، في ضغوط كبيره جدا على اعضاء اتحاد كره القدم، ولو هم كده وزي الفل ونضاف قوي ما كانش حد يسمح لحد انه يتدخل في قرارات اتحاد كرة القدم. انت اعرق مسابقة في المنطقة، وانت اعرق اندية واكبر اندية في القارة الافريقية، فالمفترض ان انتظام مسابقتك بقرارك اهم من اي شيء واهم من اي مصالح اخرى. قصة الجمهور، انت لما تحرم نادي كبير جدا زي الاهلي او الزمالك من جمهوره في مباراة في كاس مصر، معناها ان انت بتقول هذه المسابقة ليس لها اي اهمية. في حاجة تانية، لما نحرم الجمهور من انه يكون موجود في لقاءات كاس، والامن بعت خطاب، ورقم الخطاب عشان نقوله تاني، رقم الخطاب اللي الداخلية بعتته 34-36، كده انا بقول ان الامن والداخلية المصرية غير قادرة على تنظيم لقاءات المباريات بجمهور، واحنا داخلين على اقوى بطولة في القارة، هيكون عندك 80,000 في كل مباراة. طيب ازاي يعني ازاي ده ممكن يحصل من اتحاد كرة القدم، ان هو يعني يوضح للناس بصورة غير مباشرة ان انا كده مفيش جمهور علشان الامن مش هيكون قادر على، لا الامن المصري قادر ان هو ينظم، والداخلية المصرية قادرة على تنظيم اي حاجة واي حدث، وشفنا نجاحات كتيرة جدا. شوف استاذ عمر، هو طبعا التبرير عندهم انه التبرير الجاهز، يعني انه ممكن جمهور الاهلي لما يحضر المباراه هيتبادل هتافات وسباب وكلام من ده. طب وما الذي يدريك انه لما تيجي مباراه بين مصر وساحل العاج او نيجيريا في كاس الامم الافريقيه وفيها 80,000 متفرج، والجمهور عايز يشتم اتحاد كره القدم؟ ما هيشتم اتحاد كره، لو عايز يشتم اي رئيس نادي ما هيش ايه المشكله، يعني هيبقى في جمهور ليس له ضابط ولا رابط. بس انت اللي عملت كده، انت اللي حطيت البذره، انت اللي بتعمل احتقان دلوقتي في الشارع الرياضي، انك لما تاخد قرار تحرم جمهور من كاس مصر عشان خاطر حفاظا على ان ما فيش جمهور يهتف ضد رئيس نادي معين او ضد نادي معين، ده معناها ان انت بتقول له خليك جاهز بقى لما تجي لك الفرصه، وبقى اعمل اللي انت عايز كنت عايز تعمله. انت اللي بتزرع الاحتقان، اتحاد كره القدم هو الذي يزرع
الاحتقان في الوقت الحالي في الوسط الرياضي. احنا قادلنا اسبوعين وجهات اخرى في البلد كلها عماله تقول التهدئه، دخلنا على امم افريقيا صح. يا جماعه عايزين نزيل اسباب الاحتقان، وانت كاتحاد كره القدم عم تتحدى وبتطلع تعديلات للجداول وبتنسب هذا التعديل له اجتماع رسمي وهو مش رسمي زي ما بيان الاهلي قال، والقصص اللي موجوده اللي معروفه، لان انت عملت اجتماع وهذا الاجتماع باطل زي ما حضراتكم قلتم في بدايه الحلقه، فشيء طبيعي جدا ما بني على باطل فهو باطل، فاذا جدول وتعديلاته يعتبر باطل. احنا عايزين نقول حاجه واحده صغيره جدا، ان اتحاد الكره عليه ان هو يعني النهارده يرجع يعني للحق والصواب. انا ما عجبنيش تصريح لمجدي عبد الغني عضو مجلس اداره الاهلي تعليقا على بيان الاهلي تعليقا على بيان الاهلي عضو اتحاد كره القدم، عضو اتحاد كره القدم بيقول هو فيها ايه يعني لما الاهلي يلعب مع بيراميدز كاس ولا دوري هتفرق معاه ايه؟ مفيش حاجه اسمها ايه، هي سبهلله هقول لي مفيش اي حاجه كده، نلعب دوري ماشي، نلعب كاس ماشي، مفيش مسابقه ماشيه، مفيش نظام، مفيش اي حاجه. لما يكون مسؤول في هذا الاتحاد ويقول هذا الكلام معناه ان انت خلاص بقى كل حاجه بتدار بالمزاج. هو المشكله في القرار ده ان هو ما خرجش من اتحاد الكره، هو كان بناء على توصيه من احد المسؤولين في نادي بيراميدز. وعلى فكره يا جماعه احنا بالمناسبه احنا هنا مش بنهاجم نادي بيراميدز او نادي بعينه، احنا هنا بنتكلم بمنطقيه المفروض يتبعها اتحاد الكره المصري. لكن استاذ شريف انا عايز اسال حضرتك سؤال، ليه تم الاستجابه لرغبه طرف عن الاخر من وجهه نظرك؟ عشان يعني عندنا مناسب في اتحاد الكره بتشتغل عند رؤساء الانديه. انت فاهمني؟ يعني ليهم مصالح مع رؤساء الانديه اعضاء الجمعيه العموميه، فبيخدموا على هذه المصالح يعني، فدي مشكله كبيره يعني، دي مشكله بعيدا عن اي نادي، ما بتكلمش على ده طبعًا. والقصه مش مع نادي بيراميدز، لا في انديه ثانيه بتحقق لها مصالح صح. والكلام ده في الدوري الممتاز وفي دوري ب، في قرارات يشيب لها طبعا في دوري ب وفي الترقي تحت، لا بمناسبه الجمعيه العموميه اللي هتتعمل يوم السبت دي، لا في حاجات لسه كان في مشكله، انا جاي من اسوان لسه كان في مشكله كبيره جدا في الترقي تحت وبتاع من الدرجه الثالثه للثانيه، قصه كده ونصعد ناديين، لا ده كان نادي واحد اصل النادي ده هيزعل، لا طب نصعد ناديين، في قصص. بص اذا كان النهارده في ماتش بتروجيت الحكم رجع للماتش بعد ما لا بس دي واقعه يعني طريفه تعتبر يعني ماشي ان هو يعني ماشي، لكن 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 مش مقصوده يعني او مش متعمده وما اثرتش في نتيجه المباراه، بس غريبه برضه يعني مثيره شويه اللي هي يعني ماشي. لكن بشكل عام لا بص حضرتك يمكن اكمل على كلام الاستاذ محمد في حكايه الجمهور دي، فعلا احنا كاعلاميين مطلوب مننا التهدئه كلنا خلاص، مطلوب مننا التهدئه صح. وانا عارف ان في شخصيات مهمه جدا في البلد بتلعب دور قوي جدا في اطار التهدئه وان احنا نوصل للتهدئه، احنا بعيدا حتى عن كاس الامم، لان زي ما بقول جمهور كاس الامم غير جمهور الانديه، جمهور المنتخب غير جمهور الانديه، وان شاء الله نعمل بطوله كويسه والمنتخب يفوز بالبطوله ماشي، لكن ما يبقاش انا اجهزه الدوله كلها واحنا كاعلام بنسعى لده، وانت بتصدر الفتنه وانت بتصدر التعصب وانت بتصدر الازمه وبتكبرها، يعني ايه الداعي ان المباراه تتلعب وانت عارف ان الحكايه دي بتصب في صالح طلب منافس وضد منافس، يعني انت عارف ان هي وان الاثنين دول عندهم ازمه كبيره من بدايه الموسم، في ازمه كبيره بين جمهور النادي الاهلي وبين اداره النادي ده والقصه دي، وفي ازمه مشتعله، ليه انت عايز تشعلها اكتر؟ ليه انت بتشعل فتيلها اكتر؟ ليه بتحط جاز او بنزين على النار المشتعله اصلا؟ يعني انت ايه الهدف من ده؟ ما خلاص انت اجلت المباراه عملا بمبدا تكافؤ الفرص ماشي لصالح نادي بيراميدز، لما الاهلي فعلا يلاعب الزمالك الاول انا ابقى لاعب الاهلي في الدور الثاني، ايه المشكله؟ خلاص وخلصنا والاهلي وافق. طب ليه الاهلي عنده مباراه يوم الاحد امام الجونه؟ ليه الاهلي ما قالش ان انا هلعب ضد الجونه لما الجونه لعب ضد الاسماعيلي في الدور الاول؟ طيب او ليه ما قالش هلعب الاسماعيلي الزمالك بعد الزمالك ما لعب الاسماعيلي؟ ليه؟ عشان الاهلي اكثر يعني، لان برضه انت عندك جدول برضه مضغوط
وافريقيا والاسماعيلي بيلعب في افريقيا وبعد ما رجع لا لان الاهلي اتعدل لا الاهلي 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 كبير على فكره يعني ما ينزلش الصغائر الصغيره صح لا انا ايه ما تلعب مش لا مش بيراعي بيراعي لا بيراعي الازمه دي وان في افريقيا وان الجدول اتعدل عشان الاسماعيلي لما رجع تاني لافريقيا بعد ما تم التعادل هو ما اتعدلش انت ماتش الزمالك انت من الدور الاول ايوه بقول لك الدور الاول خلص خلاص يعني انت يعني بتلعب في الدور الثاني وما لعبش ماتش الزمالك في الاسماعيلي الدور الاول فيعني كان ممكن جدا الاهلي يقول خلاص وانا مش هلعب الا لما الزمالك يخلص مباريات في الدور الاول مثلا يعني لكن القصص دي كده طيب هنروح لمسجد عمر مكرم وعزاء الراحل دكتور خالد توحيد وهنشوف مجموعة من الحوارات واللقاءات ونرجع نكمل مع ضيوفنا الكرام. بجد التحية ليك زميلي عمر زميلي أمير هشام كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. الكابتن فتحي مبروك طبعا أحد القامات الرياضية الكبيرة متواجد النهاردة في عزاء الدكتور خالد توحيد. يمكن زي ما بنقول فقدنا في الوسط الرياضي والوسط الصحفي قيمة كبيرة وحب النادي الأهلي ويمكن كمان وفاته في المسجد وفي النادي الأهلي وحب الناس يا كابتن فتحي ده بتشوف إزاي؟ هو طبعا أولا البقاء لله وربنا يتغمده بفتح جناته ويسكنه فسيح جناته. الأستاذ خالد توحيد من الناس اللي أنا كنت أعتز بيها لأن كنت شغال في الأهرام معاه. ليه رأي وما كانش بيهين حد ما كانش بيبقى دايما مقلب على حد دايما أراءه ورأي حيادية. شخصية جميلة شخصية محبوبة شخصية هادية حتى في كتابته حتى في أي ظهور وسائل إعلامية كان دايما تحس أنه فيه هدوء نفسي وتوفى الله لأنه توفى في لحظة جميلة جدا 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 وإذا كان بيدل على حب ربنا سبحانه وتعالى للدكتور خالد توحيد. وعزائي الأسرة طبعا قناة الأهلي وعزائي لكل صحافة مصر وكل إعلاميين في مصر لأن فعلا كان مثل يعتز به الدكتور خالد توحيد ربنا يرحمه. شكرا جزيلا. شكرا مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتواجدين في عزاء الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي كابتن الكبير طبعا كابتن احمد فوزي. النهارده طبعا بنقول خلاص العزاء لاسره الدكتور خالد والنادي الاهلي والمحبين والجماهير لان كانت شخصيه محترمه شخصيه في حب النادي الاهلي ويمكن وفاته في مسجد النادي واخر ساعات في النادي الاهلي ده بيدل على حاجات كتير جدا يا كابتن. الاول بقاء لجماهير النادي الاهلي كلها ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه وجمهور كل النادي الاهلي. شخصيه اجتمعت عليها كل المتابعين سواء اهلاويه او زملكاويه كل مصر كانت بتحب استاذ خالد الله يرحمه. بدايته كانت في قناه النيل الرياضه الناس كلها عرفته وحبته وكان محايد على اكبر درجه كفايه ابتسامته ووشه البشوش. ربنا كتب له حسن خاتمه بموته ولا احلى. البقاء لله رحم الله استاذ خالد واعتقد ان النهارده يوم وفاء ليه والناس كلها يعني مش عايز اقول لك هو ما قدر ليه احنا مش هنقدر نقدره ربنا قدره سبحانه وتعالى بالموت اللي ماتها فربنا بس يكتبه في ميزان حسناته وكفايه ان شعب مصر كله بيحبه مش جمهور النادي الاهلي بس ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. معنا طبعا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري المتواجد طبعا في عزاء الدكتور خالد توحيد القيمه والاخ والصديق. طبعا النهارده يمكن زي ما بنقول حب الناس اللي احنا شايفينه ويوم وفاء ليه الراجل يمكن كان بيحب النادي الاهلي والناس كلها بتحبه. حابب تقول ايه في اليوم الصعب ده على كل اسره دكتور خالد وايضا محب الدكتور خالد؟ والله يا كريم فعلا هو يوم صعب علينا كلنا ومش بادئ بس من النهارده بادئ من يوم الحادث او الوفاه يعني الواقعه. فضلنا طول اليوم من بعد صلاة الظهر لغاية بالليل ويمكن أنا بالصدفة كنا في قناة مع الأستاذ عصام شلتوت في أحد البرامج وجالنا الخبر طبعا على الهواء خبر صادم جدا. إنما لازم نقول طبعا لا إله إلا الله ده إحنا كلنا إلى هذا المصير. لكن هو اللي بيزعل فعلا إنك بتبقى بتفتقد إنسان على درجة عالية فعلا من الأخلاق والانتماء والولاء فعلا شخص يعني ان شاء الله ربنا يتغمده بالرحمة ويعني اهم حاجة نعملها له ان احنا كلنا ندعي له ان شاء الله بالرحمة والمغفرة بإذن الله. البقاء لله يا فندم البقاء لله. استمرارا لتغطيتنا طبعا وعزاء الدكتور خالد توحيد الكل متواجد مفيش اهلي مفيش زمالك في حب للدكتور خالد توحيد. معانا القامه والقيمه الكبيره الكابتن برجيله احد رموز الكره المصريه ونادي الزمالك بنقول بقاء لله طبعا في الدكتور خالد توحيد. شخصيه كانت طيبه وشخصيه يمكن ما جرحتش في حد خالص. حضورك النهارده بتشوف اليوم ازاي وبتشوف التجمع الكبير ده كابتن برجيله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله وانا اليه راجعون.
طبعا دكتور خالد يعني صدمنا كتير، صدام كبير جدا جدا جدا. رجل محترم الى ابعد الحدود، رجل لسانه جميل. فالحفاوة اللي موجودة دي نتيجة، وبعدين يا رب بحق جهنبي نطلب من ربنا سبحانه وتعالى ما جعله مع خالد يجعله معانا واحنا بنسجد كده. السجدة ديت جاية من الجنة ان شاء الله، ربنا يكرمه ان شاء الله ويسر على اولاده ان شاء الله، يكرمه بالجنة باذن الله، وان الله وان اهله يرجعون. تسلم. نشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طبعا لقاءات من مسجد عمر مكرم وعزاء الدكتور خالد توحيد الراحل، واكيد يعني خبر حزين لينا كلنا، وان شاء الله نتمنى له المغفره والرحمه ويسكنه ان شاء الله ربنا فسيح جناته باذن الله. استاذ محمد صادق، يعني عايزين نكمل حوارنا، وبالتحديد عايز اتكلم معاك ان ليه او الظاهر بالنسبه للناس ان اتحاد الكره هو اللي بيسعى وراء المشاكل. هديك مثل الاجتماع اللي جرى في اتحاد الكرة مع بداية شهر فبراير الحالي يوم 9 تقريبا، كان في اجتماع وتم توجيه الدعوة لرؤساء الأندية لحضور الاجتماع لمناقشة تعديلات بطولة الدوري، والأهلي راح ما كانش عنده مشكلة ان هو يتكلم ويتناقش مع الناس. ليه تم توجيه الدعوة لرئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لمدة عامين، او من قبل الاتحاد الأفريقي لمدة عام؟ ليه أنا بجري ورا المشاكل؟ طب ما نتجنب الموضوع ده، والراجل عادي مفيش مشكلة يبعت ممثل عنده زي ما بعض الأندية بعتت ممثل عنهم إن هم يكونوا متواجدين في هذا الاجتماع. ومن يدريك أنه تم توجيه دعوة للرئيس ده اللي بيقال؟ لا، ده هو نوع من أنواع التبرير. تمام. رئيس نادي الزمالك هو الذي فرض نفسه وراح الاجتماع غصبا عن فرض نفسه؟ آه طبعا. يعني أنت النهاردة اتحاد، يعني انت هل يعقل ان المنظومه بتاعه اتحاد كره القدم مش عارفه قرار الكاف اللي هو تابع ليه اللي هم بيتبعوه، انه في قرار ايقافه عن كذا، عن الاجتماعات وعن النشاط وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وبعدين يبعتوا له دعوه رسميه عشان خاطر يجي يحضر اجتماع لمناقشه تعديلات الدوري والكلام من ده والحاجات دي كلها؟ انا اعتقد انه ما كانش في دعوه راحت رئيس نادي الزمالك، هو اللي راح بنفسه للاجتماع وهو اللي فرض نفسه على الاجتماع، وهم لا يجرؤوا ان هم يقولوا هذا الكلام اعضاء اتحاد كره القدم. واذا كانوا يجرؤوا ان هم يقولوا هذا الكلام يقولوا لنا بقى ايه اللي دار في الجلسه وايه السباب اللي حصل في الجلسه، كل ده اللي هو في قعده العرب اللي هم حولوها بعد كده لقعده عرب عشان يخرجوا من المازق اللي هم حطوا انفسهم فيه، هم اللي اتحطوا فيه بمعنى صح. لان الاهلي جاي له جواب رسمي بدعوه رسميه لمجلس اجتماع رسمي، شيء طبيعي. الزمالك ما طلعش الجواب الرسمي ده ليه؟ اللي هو جاله من اتحاد كره القدم، اللي هو اللي حصل راح، وياما حصل الاهلي تمسك بحقه في ان هو يشكو للاتحاد الافريقي انه ده موقوف وحضر اجتماع، اذا الاجتماع ما ينفعش الكلام ده، وانه تعليمات الكاف او قرارات الكاف بيضرب بيها عرض الحائط، فلقوا نفسهم في ازمه، فطلع المتحدث الرسمي وقال ان دي كانت قعده ودية ومش اجتماع رسمي، وبعد كده يصدر عن هذا القعده الوديه تعديل رسمي بيقول لك دي بناء على قرار على الاجتماء الرسمي. يعني منتهى التناقض، منتهى التناقض ده. لو في واحد عاقل في اتحاد كرة القدم ما كانش سمح بهذا الكلام يمر كده، عشان ما يبقاش يتحول اتحاد كرة القدم الى اضحوكة قدام الرأي العام ككل. طبعا الاهلي عشان خاطر بيحط النقط على الحروف راح مسك القصة والحدوتة وراح فصلها واحد اتنين تلاتة، رسمي ولا مش رسمي؟ رسمي خلاص يبقى غير باطل عشان خاطر الراجل ده موقوف، مش رسمي يبقى التعديلات غير رسميه، القرارات والتوصيات غير رسميه. كلا الحالتين الاهلي عنده حق في القصه، وفي كلا الحالتين اتحاد الكره هو مدان. استاذ شريف، هنروح للازمه الكبيره. نهائي بطوله افريقيا هيكون في 19/7، وبدايه بطوله افريقيا بالشكل الجديد هيكون يوم 9/8. الاتحاد الافريقي محتاج اسامي الانديه اللي هتشارك في بدايه البطوله علشان هو عنده ادوار تمهيديه وعنده دور 32. هنعمل ايه في الازمه دي؟ ازاي هنتصرف؟ الحل الوحيد يعني من وجهه نظر الناس اللي هنا ان احنا مش هنلعب في البطولات دي، لان هتحصل خناقه. يعني هيجي يقول لك الدوري ما خلصش طبعا، ما اعرفش الكاس ده مصيره ايه. ما انا هل يعقل ان بطوله الدوري شغاله وان انا الدوري ده بالمعدل ده أيوة يخلص في شهر 10؟
تمام. يا نهار ابيض. ماشي في اكتوبر 2019 يعني 14 شهر دوري في 14 شهر يعني هيخلص اكتوبر 2019. انت 9/8 لا انت 1/8 عشان القرعه. القرعه 1/8 ايوه القرعه 1/8 بالظبط. ماشي انت قبليها لازم تقدم قبل 1/8 على اقل ثلاث اسابيع الاربع انديه اللي هيشاركوا اثنين افريقيا واثنين ده كونفدراليه. تمام. طب انت هتجيبهم من اي منطقه؟ هل هتقول بالاربعه بتوع السنه اللي فاتت اهلي اسماعيلي؟ ما هو ده اللي لازم هيحصل. مصري زمالك ده القانون ان انت مخلصش مسؤوليتك السنه دي. لكن ما ينفعش السنه دي تقول لي لا ده الاهلي او الزمالك في الاهلي او بيراميدز فمثلا المقاصه دول الاربعه الاوائل. باي منطق؟ انا مش عارف ايه اللي هيحصل. طب ما هو مفيش المنظمة. حاجه فيها اصلا فيها ماشي. منطق فممكن ده يحصل. فده ممكن يحصل وتبقى خناقه. لكن هو الطبيعي في التوقيت ده ان انت تقول الاربعه بتوع السنه اللي فاتت اللي هم اهلي اسماعيلي مصري زمالك بالترتيب كده صح. اثنين فوق واثنين واحد كاس واحد كونفدراليه اثنين افريقيا اثنين كونفدراليه ماشي تمام. فهو ده الطبيعي. لكن هل ده هيعجب الانديه اللي موجوده على راس الجدول في التوقيت دوت في شهر 8؟ لا طبعا. فازمه كبيره جدا. فاحنا هل احنا بقى بقراراتنا وبإطالتنا للمسابقه والتأجيل على الهوا واللعب على الهوا وكل واحد ليه مصلحه في يوم معين عايز يطلب فيه طلب؟ قص على علمك مش اهلي وزمالك وبيراميدز بس، الصراع تحت اقوى. انت دلوقتي بص على الجدول تحت يعني يعني بمنتهى الامانه الدوري كويس وفي مجهود وفي فرق بتعمل شغل كويس وفي نتائج خارج التوقعات وفي مفاجآت وفي حاجات كتيره جدا. لكن للاسف الشديد باداره اتحاد الكره بعيدا عن لجنه المسابقات، لان الراجل عامر حسين ده كتر خيره ان هو عمال يعمل تباديل وتوفيق كتر خيره. لكن ما يملى عليه او ما السريس اللي محطوط عليه من بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره لصالح انديه بعينها هو ده اللي عامل الربكه اللي احنا فيها دي كلها. الربكه اللي احنا فيها دي كلها سببها ان الناس ما بتغلبش صالح الكره المصريه على صالح الاشخاص. بتغلب صالح الاشخاص في دايما في كل القرارات، ودايما في تخوف من ان اعضاء الجمعيه العموميه يزعلوا وانا داخل انتخابات المره الجايه. والقصه ما هو بيشتغل مش عشان الكوره، بيشتغل عشان الكرسي اللي قاعد عليه. يعني هو بيشتغلش عشان يطور كره القدم في مصر، يعمل مسابقات منتظمه، يعمل قطاعات ناشئين جيدة، يطور أداء المدربين، يعمل ما بنسمعش على الحاجات دي صح. يعني أنت فاهمني؟ لكن إحنا كل سمعنا من أول السيزون لغاية دلوقتي ده هيلعب إمتى؟ الماتش ده اتحسب فيه أوف سايد، الماتش ده اتعمل فيه ركلة جزاء غلط، مش الجون ده جه من تسلل، مش هي دي القصص. لكن نسمع عن جدول زمني لتطوير كرة القدم في مصر، لتطوير قطاعات الناشئين، لتطوير المسابقات بمختلف درجاتها فوق وتحت وناشئين وكبار والكلام ده كله، تطوير المدربين، يعني المناطق، الكلام ده كله كله. بص حضرتك يعني هي من الاخر مغانم بتتفرق، مغانم وبتتفرق، وكلنا عارفين فواتير الانتخابيه اللي بتتسدد في كل اربع سنين على المناطق بقى وعلى الاجهزه الفنيه ومش عارف نجيب ده من هنا ونوفق ده عليه من هنا دون النظر للكفاءات والاخر. ودي للاسف الشديد موصلنا للحاله اللي احنا فيها دي. ان انت دلوقتي بقالك دلوقتي اربع سنين ما بتروحش بطولات افريقيا لا شباب ولا ناشئين ولا بتوصل كاس عالم. ماشي. ودي يعني قلنا ماشي عشان النشاط كان متوقف والدنيا كانت بايظه ايام مجلس المحاسب جمال علام. لا بس كان في انجاز وكان في انجازات ورغم من كده كان في انجاز بطوله افريقيا ورحنا كاس عالم في تركيا للشباب مع الكابتن ربيع ياسين. لكن تعالى بقى دلوقتي المفروض يعني المهندس هنا بوريدا بخبراته كعضو اتحاد كوره من اوائل التسعينات، ثم كعضو مكتب تنفيذي في الكاف، ثم كعضو مكتب تنفيذي في الفيفا، كل الخبرات دي توقعت ان احنا هشوف طفره. صح صح كلنا توقعنا كده بصراحه. لكن للاسف واضح ان في ناس جوه اتحاد الكره يهمهم ان الاتحاد يفضل بهذا وان المسابقات تفضل بهذا الشكل وان يفضل الجمعيه العموميه هي اللي بنعمل الشغل عشان خاطر اشخاص معينه ونعمل ده عشان النادي دوت ونجامل النادي ده على حساب النادي ده وده معانا وده كان ضدنا وده مش عارف ايه. فهتفضل الدايره كده طول ما الهواة والمتطوعون او متطوعين بيديروا عمل احترافي هي دي النتيجه. طيب خلينا معاك طبعا مش الهواة والمتطوعين لا لا لا
لا دول طول ما اصحاب المصالح يعني هم دول لا هو هو بيسمي نفسه هاوي هو يسمي متطوع لكن احنا نحط نسمي الامور متطوع. طيب خلينا سريعا نروح نستقبل على الهاتف مداخله مهمه جدا من احد الاشخاص اللي اكيد عندهم درايه باللوائح والقوانين بشكل كبير وهو المستشار محمد صلاح توفيق رئيس المحكمه الاقتصاديه. استاذ المستشار مساء الخير عليك. استاذ عمر ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ امير هشام وعمر ربيع مع حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله كله تمام. يعني احنا كنا بنتكلم وبنتناول القضيه المثاره على الساحه حاليا وبعض التغييرات في اللوائح والقوانين من قبل اتحاد الكره والتعديلات اللي بتجرى في طبعا جدول مباريات الدوري والكاس، هذا الجدل الحادث على ارض الواقع طبعا بالنسبه للساحه الرياضيه المصريه والكرويه بالتحديد، رؤيه حضرتك وجهه نظرك ايه؟ لا بص هو انا طبعا يعني بعيدا عن الكتب الدائر دلوقتي ما بين تحديدا النادي الاهلي يعني اتحاد الكوره النهارده اتحاد الكوره حط جدول اول جدول اتحط من اتحاد الكوره لحد اتحاد بلاد المنتخبات لحد الاسبوع الخاصه اتحدد فيه كل المباريات لكل الانديه بالملاعب المقامه عليه تمام واتحط بند في اخر الجدول دوت محفوظه يعني ان المباريات اللي هيتم تاجيلها هي المباريات الخاصه بالنادي الاهلي والنادي المصري لمشاركتهم الافريقيه فقط. البند دوت بمفهوم المخالفه بقى ان انا النهارده ما ينفعش اعدل او اجل اي نص اي فرقه بخلاف الفرقتين. وده اللي لجنه المسابقات حطته اوريدي في الجدول اللي اتحط منها. فانا النهارده ايه اللي طرأ جديد ان انا ابدل مباراه مكان مباراه او ان انا اعدل ان انا اجل ماتش لبيراميدز مع النادي الاهلي تاريخ 28. ايه الداعي؟ مفيش اي حاجه طرقت جديده بيراميدز ما بيشاركش في افريقيا ولا في البطوله العربيه، كل حاجه هو الدوري المحلي وكده. فمفيش حاجه طرقت ان انا بالتالي ان انا اعدل اقامه الماتش سواء ان انا اجله كطلب لبيراميدز ولا ان انا اعدله واخليه ماتش كاس ولا ماتش كاس. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا النهارده المشكله عندنا ان خلاف الدائره دلوقتي الاهلي واتحاد الكوره ايه هي الجهه الفيصل ما بين الاثنين دول. احنا النهارده اللجنه الاولمبيه او هنقول بقى قانون الرياضه الجديد 71 سنه 71 71 سنه 2017 الماده 46 والماده 47. الماده 46 دي اسفقت مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري. الماده 47 حددت مهام المركز دوت. مهام المركز دوت هو الفصل ما بين يعني من ضمن مهامه الفصل ما بين الخلافات الدائره ما بين الانديه وبين كافه الاتحادات. انا النهارده عندي مشكله كبيره ما بين الاتحاد وما بين النادي الاهلي وانا شايف ان المشكله في طريق مسدود لحد دلوقتي وما فيش طريقه امل لحلها. لازم النهارده اللجنه ديت تتولى مهامها وان اللجنه دي الموضوع ده يتعرض عليها وهي اللي تحط لنا الحل. هل نشوف النهارده هل النادي الاهلي بحق في طلبه ولا اتحاد الكوره بحق في طلبه بس. يعني اعتقد ان كلام يعني موزون وكلام يعني موفق جدا. هل عند حضراتكم اي استفسار او اي سؤال خاص باللوائح والقوانين الخاصه بقرارات مجلس النادي الاهلي ضد اتحاد كره القدم في مجلسه اليوم؟ لا هو 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 طبعا البعض يفسر القرار بانه هو الاهلي مصر على موقفه. معنى طيب ما الحل لو جه يوم 28 فبراير والاهلي ما لعبش ماتش بيراميدز في كاس مصر واتحاد الكره ما انتهاش الفرصه وصحح من خطأه ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ في ازمه كبيره جدا منتظرانا. الاهلي اذا تمسك بقراره واعتقد ان الاهلي سيتمسك حتى النهايه بهذا القرار. واتحاد الكوره النهارده بيطلع تصريح بيقول لك ان احنا تراخيص الرخص خلينا نشكر بس المستشار محمد صلاح اللي كان معانا على الهاتف نشكره شكرا جزيلا طبعا رئيس المحكمه الاقتصاديه واللي يمكن قال رايه بخصوص هذه الجزئيه. اتفضل سامح. يعني دلوقتي اتحاد الكوره راح مطلع قرار يعني هو ما قدرش يواجه يعني ما طلعش قرار معد سلفا ما يطلعش رد فعل يعني رد فعل على النادي على بيان النادي الاهلي راح مطلع يعني نوع من انواع الايه بيان كده صغير بيقول لك ايه ان على الانديه الالتزام بالرخصه او بالرخص اللي هي اصدرها اتحاد كره القدم والرخصه بتنص في احدى المواد على انه الانديه اللي عايزه اللي لازم تشارك في الدوري والكاس عشان خاطر تشارك في افريقيا. يعني بتهديد
تهديد مبطن للاهلي بان هو لو ما لعبش ماتش الكاس يعتبر منسحب، ولو انسحب مش هيلعب في افريقيا. طب هو مش واخدين بالهم من حاجه طبعا، ان الاهلي خلاص اوريدي شارك في الكاس ولعب دور ال 32، يعني الاهلي خلاص شارك في الكاس، الاهلي مش لسه هيلعب او مش هيلعب كاس، والاهلي ما اعلنش انسحاب، والاهلي ما اعلنش انسحاب طبعا. بس انا يعني انا بعتقد ان هذا الرد رد مش قادر اقول الخايب، لانه مفترض ان اتحاد الكوره يطلع ويقول برد على بيان الاهلي القصه كذا كذا كذا، هنعمل كذا مش هنعمل كذا، هنعدل لا مش هنعدل، لازم يبقى في نوع من انواع الشجاعه، وان هو يوافق يعني يطلع يرد زي ما الاهلي رد بالادله والمستندات والبراهين والقصه كلها، مفترض اتحاد الكوره يطلع يرد رد منطقي عشان خاطر في راي عام بيتابع وفي جماهير كوره منتظره رد اتحاد كره القدم. ما يفضلش سايب الموضوع لغايه يوم 28 ويجي في يوم 28 يقول لك ايه جهات عليا تدخلت ولغت الماتش او اجلت الماتش او كذا او كذا او كذا، ويبقى هو ده العاده يعني. طيب. اللي عايز اقوله انه لا يوجد في الدنيا كلها دوري بيقام يوميا مش حاجه اسمها دوري يوميا كل يوم 3 4 مباريات طول الاسبوع. اخي الاستاذ شريف بيقول يعني احنا حتى شكلنا وحش في الوكاله، والله حاجه صعبه جدا في الانباء، يعني احنا بنعمل في وكالات انباء حاجه صعبه جدا والله، خاطب الناس اللي بره يقول لك ازاي يعني بتيجي تعمل عرض للدوري الاسبوع الجديد ما بتعرفش تعمله، المفروض الدوري يومين صح، يعني خلينا نقول 10 ايام الاسبوع خلينا نقول ان الموسم ده يعتبر موسم استثنائي، واحنا عذرين اتحاد كره في هذه الجزئيه بسبب اسباب، بس عايز اقول لحضرتك حجه اتحاد كره القدم كلمه موسم استثنائي دي حجه اتحاد كره عشان يلخبط كل الدنيا. بس خلينا اقول لحضرتك ان مواعيد بطوله دوري ابطال افريقيا موسمين كانوا متلاحمين، الاهلي خلص النهائي ابتدى في البطوله على طول، ده ممكن يكون بادئين في الادوار الثمانيه بالظبط، لسه ما هو بيعمل ممكن تكون احد الاسباب، لا مش احد الاسباب، ان انت تعمل دوري كل يوم ما فيش في الدنيا دوري بيتلعب يوميا طبعا، ما فيش في الدنيا. لا والمشكله ان انت لما بتحط جدول بتغيره تاني بناء على رغبات بعض الانديه، ما دي برضو كارثه اخرى، بتغير وتعمل وتعدل وكلام من ده. خلي بال حضرتك قصه المباراه الدوري كل يوم دي اصلا بيزنس اصلا، يعني هو عايز يشغل 9 ساعات في التلفزيون عشان اعلانات عشان كذا عشان كذا عشان كذا، يبقى كل يوم في دوري هو ما هو كان ممكن يلعب 9 مباريات في يوم واحد، هو احنا ما عندناش 9 ملاعب في يومين يا سيدي، في يومين بيلعب 9 مباريات في يومين، لكن ده هو بيلعب كل يوم 3 مباريات. طيب بعد اذنك اقول لك بس في جزئيه مهمه، بس كنت سمعت مداخله للحاج عامر حسين رئيس لجنه المستويات بيبرر ليه الماتش الاهلي والزمالك اتاجل ليوم 30 مارس. سمعتها وفعلا لما تسمع الاسباب ايه تقتنع بالكلام ده. انا ما حدش قال لي ايه المبرر ان انا اقدم ماتش الكاس، هل هيحل ازمه يعني؟ هيحل ازمه في المؤجلات؟ انا بحشر ماتش الكاس ليه يعني ايه المبرر ان الماتش ده يقدم؟ هو طبعا ما كانش ليه ميعاد محدد قبل كده، ليه ايه يعني ايه المبرر؟ هل يعني نفسي الحاج عامر او حد مسؤول يقول لنا ليه الماتش ده جه غير محدد الموعد واتحط يوم 28؟ هل ده هيحل ازمه المؤجلات؟ هل ده هيحل ازمه تاخير الدوري او عدم انتهاء الموسم في موعده؟ يعني هل ده هيحل المباراه دي هتحلها ولا هو تصعيد وعند؟ يعني عايز افهم ايه المبرر ان المباراه يتم تحديد موعدها يوم 28 فبراير رغم ان هو ما كانش ليها محدد لها ميعاد قبل كده، يعني عمرنا ما سمعنا المباراه دي ليها اي ميعاد. هل اتحاد الكوره ممكن يكون ارتبط ببعض الحقوق التسويقيه في هذا اليوم؟ كان معروف ان اليوم ده مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري، فلما بناء على طلب بيراميدز واللي ممكن يكون عندهم جزء من المنطقيه مش هو مرتبط بحقوق اتحاد الكوره، ما بيسوقش اصلا يعني خالص، اتحاد الكوره باع المسابقه وخلاص، باع المسابقه وخلصت القصه، لا مالهاش علاقه، ما فيش مبرر مقنع الا لو يعني لو نقدر نجيب الحاج عامل حسين يقول لنا ليه الماتش ده هيتقدم هذا الموعد. أنا وبعدين ما هو في مباريات كاس، طب ما كان لعب كل الكاس مره واحده في الاسبوع ده كان يبقى في مبرر معقول، يبقى كل الانديه يعني بتلعب كاس، كان كنا نقول بقى كل الانديه بتلعب كاس بما فيها على فكره هم حددوا مباراه الزمالك في الكاس يوم 27 والزمالك اعترض والزمالك طيب يعني انت انا عايز سؤال بقى تاني اتفضل. دلوقتي القصه يعني فيها حصر اهلي وبيراميدز والزمالك، او الاهلي والزمالك وبيراميدز، او الزمالك والاهلي وبيراميدز. طيب هل البطوله فقط محصوره على الثلاث انديه؟ طيب فين الانديه الثانيه؟ يعني فين حق الانديه الثانيه؟ والانديه الثانيه اصلا كمان عايز ان هم موجودين عشان انا عايز اقول لك على حاجه، ان الانديه الاخرى 17 فريق اللي موجودين في بطوله الدوري ما حدش بيدور على حقوقهم، مش كده كمان هم ليهم دور في تحديد شكل المسابقه، بمعنى
الجونه كسب بيراميدز مباراه وتعادل معاه في مباراه، الاهلي بيخسر من المقاولين والاتحاد، الزمالك بيتعادل مع طلائع الجيش وبيخسر من النجوم، وبالتالي الانديه الثانيه اللي موجوده لها دور، ليها دور تحديد بطل. ليه احنا بنحصل، ليه لما نيجي نتكلم نقول لا احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز، اشمعنى لازم الكل يكون سواسيه ولازم الكل يكون ليه حق، يعني حق مشروع في بطوله الدوري الممتاز والجدول؟ كويس، لو انت عايز هذا الكلام كنت مشيت الكلام القديم اللي هو عندك رابطة الأندية اللي تدير مسابقة الدوري، رابطة الأندية اللي هو اتحاد الكرة فضل يهمشها وراح لغاها، مفيش حاجة كل الدنيا فيها رابطة الأندية دي عادي جدا، هي اللي بتدير الدوري الإنجليزي بيدير ورابطة المحترفين. فأنت النهارده جاي بتتكلم عن حقوق أندية تانية، ما أنت ما عندكش رابطة أندية، لو عندك رابطة أندية قوية كانت تقدر تحط قواعد تمشي عليها وما نظلمش الأندية الصغيرة ولا الكبيرة ولا الحاجات دي كلها. بالتأكيد بالتأكيد الأندية اللي حضرتك بتكلم عنها دي لها دور فاعل ودور مهم جدا جدا، وهي اللي ممكن تشعل الدوري وهي اللي ممكن تسلم درع الدوري لنادي من الأندية. معلش هنروح على التليفون علشان معنا واحد من نجوم مصر في التدريب كابتن طارق العشا. كابتن طارق برحب بحضرتك. يا كابتن طارق السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا عمر، ازيك؟ تحياتي وتحيات امير هشام واستاذ شريف عبد القادر والاستاذ محمد صاد. تحياتي لكلهم اللي ضيوفك الكرام كلهم. كابتن طارق طبعا يعني سريعا عايزين نعرف رؤيه حضرتك الفنيه في الفارق ما بين مباريات الدوري ومباريات الكاس والاستعدادات ما بين البطولتين من وجهه نظر حضرتك. في الشك طبعا كل بطوله بتاخد الاستعداد التام لها واهميتها. الفرق ان بطوله الكاس بطوله قصيره وبطوله الدوري يعني بطوله يعني على اللونج ران لها يعني مواقف طويله تقدر تعيد حساباتك مره اخرى لانها بين دورين، لكن دي الكاس في مصر بيتعمل من دور واحد او مباراه فاصله، لابد الاستعداد لها بشكل جيد عشان دي بطوله قصيره فتقدر تركزها بشكل كويس في مباراه الكاس لانها من البطولات المهمه والقصيره واللي بتدي تشانس لكل الفرق انها ممكن تنافس عليها. هل يا كابتن طارق الدوافع بتختلف من فريق لفريق سواء بيشارك في بطوله الدوري او بيشارك في بطوله الكاس؟ يعني ممكن فريق يهتم بالبطوله على حساب الاخر على حسب الدوافع اللي موجوده والطموحات اللي موجوده للفرق؟ شوف من خبرتي طبعا بطوله الكاس دائما وابدا ما بيحصل فيها توالد للبطل، ان ممكن يحصل فيها بطل غير متوقع لانها بطوله قصيره ممكن تخدمها الظروف بخروج الانديه زي مثلا انديه الاهلي والزمالك، الانديه دايما اللي بتتنافس على البطولتين بيخرجوا من بدري من البطوله فتسمح الظروف ان نادي ثاني ان هو ينافس على البطوله. كتير ترجع كده بتاريخ الكاس هتلاقي الاهلي اكثر الانديه اخذ البطوله ثم الزمالك ممكن الاتحاد 6 مرات اسماعيلي حرس الحدود احنا حصلنا على بطولتين بالظبط في البطوله ديت، فبطوله الكاس خاصه بتحلك اكثر من نادي ممكن ينافس عليه لانها لها ظروف مختلفه. اما بطوله الدوري دايما البطولات الطويله او النفس الطويل يعني خلال الفتره اللي فاتت دي كلها حتى الان هما ناديين كانوا بيتنافسوا على البطوله هو نادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن طارق يعني اسال حضرتك سؤال اخير، عايز اعرف راي حضرتك في بطوله جدول بطوله الدوري وايضا بطوله الكاس، وهل ده ممكن بياثر بدنيا على بعض الانديه اللي بتريح لفترات طويله او بتلعب لفترات مضغوطه، هل ده ممكن ياثر بدنيا عليهم؟ في شك الضغط في المباريات طبعا بياثر بشكل كبير جدا. طيب والفرقه كابتن طارق اللي مش بتلعب لفترات طويله؟ وكذلك الفرقه اللي برضه ما بتلعبش لابد ان يبقى في برضه في لابد في انتظام في جدول المسابقه مهم جدا جدا ان انا اكون منتظم ان كل اسبوع زي ما بتشوف كده في الدوريات كل دوريات العالم ان معروف المباريات الدوري هتتلعب امتى ومباراه الكاس هتلعب امتى المباريات الدوليه هتلعب امتى المنتخبات، يعني انا قصدي في اجنده محدده مسبقا لكل الانديه بدون تغييرات اللهم الا في استثناءات. تمام؟ ولابد ان يبقى في تكافؤ في الفرص لكل الانديه عشان ما فيش حد ياخد حق حد. صح. طيب. لابد ان تتيح الفرصه ديت تتيح ان كل الانديه تستعد خاصه زي ما بقول لك بطوله الكاس بتبقى هدف لكل الانديه ان هي عاوزه تصل الى منصه التتويج، عاوزه تصل للمباراه النهائيه. انت بتشوف مثلا في الدوريات الاوروبيه
فريق مثلا في انجلترا من الدرجه الثانيه بيطلع لنهائي الكاس. مظبوط. فعشان كده تكافؤ الفرص مهم جدا جدا على اساس انك تضمن بطوله قويه ومتكافئه بين كل اطراف اللعب. طيب كابتن طارق، حضرتك من احد المدربين الكبار واللي في الحقيقه يعني دايما بتعمل نتائج جيده جدا، وبتحديد هذا الموسم مع فريق حرس الحدود. عايز اسال حضرتك على مدى تاثير الفريق بكثره التعديلات في بطوله الدوري، طبعا التعديلات الغير مبرره، هل ده بيأثر على فريقك من سواء من ناحيه الجاهزيه البدنيه للمباريات، البرامج الخاصه بالتدريبات؟ مفيش شك طبعا كل ما يحصل تغيير مفاجئ مفيش شك بيأثر على اعدادك انت. مفترض ان انا كمدير فني برسم البلان بتاعي الاسبوعي على المباراه اللي انا هلعبها. لما يحصل تغيير مفاجئ مفيش شك ده بيحصل خلل. المفترض لما قلت لك ان جدول المسابقه بيعد مسبقا وبيوصل للانديه من بدايه الموسم بتبقى معلن حتى نهايه الموسم، من تاريخ البدايه حتى النهايه. بفترات المفترض الانديه حتى المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه اللي هي بيتم دايما تاجيل المباريات. هي مشكله كبيره جدا السنه دي نظرا لمشاركه عدد كبير جدا من الانديه خاصه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد في اكثر من بطوله، فده عمل خلل كبير جدا في الجدول. وهتلاقي انديه مثلا زي وادي دجله قعد 40 يوم ما بيلعبش. يعني ده بامانه يعني اولا دي فتره اعداد جديده، وانا متاكد ان هم اضطروا من الموقف ده بشكل كبير. مفيش فرقه في اي جدول في العالم بتقعد 40 يوم، كل الفرق بتتبارك وكل الفرق بتلعب المؤجلات، وهم فرق ثانيه قاعد اجازات، يعني في جاب كبير جدا. اي نعم في استثناءات، وفي كان ضغط البطولات ديت الافريقيه او العربيه كان دايما بيشاركوا فيها، لكن كان مسبقا كان بيتم ترشيح مين الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه ومين الانديه اللي هتشارك في البطولات العربيه. للاسف ان الانديه القمه اللي هي شاركت في البطولات الافريقيه هي اللي شاركت في البطولات العربيه، فده عمل خلل كبير جدا جدا في جدول المسابقه. كابتن طارق العشري بنشكرك شكرا جزيلا، طبعا كانت مداخله مهمه بس جدا. علق على جزئيه مهمه، احنا كلنا هنعلق. ان لازم يبقى في جدول منفصل. حضرتك عارف تشتغل مع الوكاله ولا كابتن طارق عارف تشتغل في التدريب، فكلكم او كلنا الاستاذ محمد صادق نفس الحكايه. طبعا كلنا عندنا مشاكل، وفي زمنا احمد زهران برضه في الوكاله برضه نفس الماساه. بص حضرتك، يعني هو بيتكلم على جدول منفصل. احنا كنا زمان مثلا كان دوري ابطال بتلعب جمعه وسبت وحد، ماشي. دلوقتي الكاف عمل زي اوروبا بالظبط، دوري ابطال الثلاث والكونفدراليه الاربع، او دوري ابطال الثلاث واربع. النادي ليه حق الاختيار جمعه او سبت او ثلاثة. ايوه يعني ثلاث واربع بس اغلب المباريات بتلعب امتى؟ ثلاث واربع اغلب المباريات. فانت بقى عندك فرصه ان انت تخلص دوريك سبت وحد او جمعه وسبت وحد. مظبوط. ماشي، يعني عندك فرصه ان انت ترتب جدولك على اساس. ولكن برضو النقطه الاخيره اللي قالها ان الانديه اللي بتلعب في افريقيا هي اللي بتلعب في البطوله العربيه. ما هو يعني باي منطق تشترك في اربع بطولات وانت عندك ازمه في السفر والطيران والكلام ده كله، وعندك مشكله في افريقيا ان انت عشان تروح مثلا دوله في وسط افريقيا او في غرب افريقيا يا تاخد لك يوم كامل سفر بالترانزيت والراحه والكلام ده كله، يا متى انت طياره خاصه فتكلفه تبقى عاليه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طب ما فكرتش في مره ان حضرتك الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني لما بيكون فيه اربع خمس لقاءات في وقت واحد، بيكون فيه اربع خمس قنوات بتنقل المباراه، فده اللي ممكن يكون جه في فكر اتحاد كره القدم ان انا هنقل ازاي اربع لقاءات في وقت واحد؟ هل انا عندي التوز او عندي المعدات اللي تقدر تساعدني ان انا انقل اللقاءات دي؟ لا. يعني هل لو في اربع لقاءات في وقت واحد هل هيكون ايه الهدف؟ ان انا انظم البطوله ولا ان انا ازيع اللقاءات كلها ويكون في استوديو تحليلي وان انا يكون في عائد ويكون احنا اتفقنا ان النقطه مهمه جدا يا فندم. الاذاعه دي قصه الاذاعه او اذاعه المباريات دي هي البيزنس الرئيسي بتاع طب ما نعمل اربع خمس قنوات ونذيع اهو كده تعمل حل، بس انت حط جدول ثابت وبعد كده الرعاه بقى يدوروا بقى على القنوات، واللي عايز يشغل قناه الاهلي ويتفرج على ماتش الاهلي، واللي عايز يروح النيل الرياضه يروح كده. حتى المفترض. كمان بقت استوديوهات اعلانيه. كنت كان ليها تعليق صغير برضو اللي هو داخل الموضوع على كلام الاستاذ شريف اللي هو بيقول فيه وكلام الكابتن طارق العشري، بيقول لك يعني ان الاهلي والزمالك
شاركوا في البطوله العربيه. الاول كان دوري ابطال العرب لما كان موجود، كان اتحاد الكوره ايام الراحل سمير زاهر حاطط بقى اللي بيشارك في افريقيا ما يشاركش، والثاني والثالث والرابع يشارك، لدرجه ان كان الاسماعيلي بيشارك دوري ابطال العرب والاهلي في افريقيا والزمالك في افريقيا، وبعدين كان في طلائع الجيش بيشارك دوري ابطال العرب والحاجات دي كده. المره دي الاهلي والزمالك شاركوا تحت الضغوط. يعني تحت الضغوط ازاي؟ مجاملة للرئيس الاتحاد العربي، لا لازم يشاركوا عشان احنا عايزين ننجح البطولة. طبعا ما فيش بطولة تنجح بدون الاهلي والزمالك في الوطن العربي. طيب ما هو ده جه على حساب مين؟ جه على حساب مين؟ جه على حساب الاهلي والزمالك، وممكن جه على حساب المسابقة المحلية بتاعتك، المسابقات المحلية بتاعتك، وممكن كده كمان على حساب منتخب مصر لو كان فيه مسابقات شغاله، لان النجوم بتوع الاهلي والزمالك لما يصابوا بالارهاق وتبقى فيه اصابات متكرره هيبتعدوا عن منتخب مصر. الزمالك مش بيلعب افريقيا فكان عنده فرصه يلعب بطوله عربيه، عنده فرصه لكن يعني كان خرج من افريقيا فكان عنده، لكن لازم بيلعب افريقيا الاهلي. برضو نرجع نقول ان رئيس الاتحاد العربي راح قال لا انا عايز الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري عشان دي الجماهير الانديه الجماهيريه. طب ما انت بتدور على الجماهير، امال انت عايز تحرم الجماهير ليه من ماتش الاهلي وبيراميدز؟ ما انت بتدور على الجماهير اهو، ما هو الجماهير هي اللي بتنجح، والانديه الجماهيريه هي اللي بتنجح، والانديه الشعبيه اللي بتنجح. فاحنا القصه كلها موجوده في عب اتحاد كره القدم. بس انا عايز اقول برضو نقطه في يعني الشيء بالشيء يذكر، انه ما فيش يعني اي نظام بيبدا لازم ينتهي زي ما النظام بدا. بالظبط. النهارده السنه دي عندنا نظام غريب قوي، يعني كل مباريات الدوري بتدار بالحكم الخامس، كل مباريات الدوري ما عدا مباريات بيراميدز بتقام بثلاث حكام فقط لا غير. ولما يجي جون يتحسب ولا فاول ولا ضربه جزاء يقول لك اصل ما كانش فيه حكم. طب مين ما جبتش؟ يعني هو في عرف مين وقانون مين؟ هو على فكره بعد ده بدون طبعا قطع كلام حضرتك، هو موضوع قانوني، انت مش مرتبط انك تلعب. لا. قانون ازاي؟ لا هو هو من ناحيه التحكيميه هو قانونيا، لكن انت المفروض لائحه حاططها قبل اي مسابقه تستكملها في النهايه، مش في النص تلعب بمباراه بثلاث حكام. ما ينفعش. محمد صادق امير قصده ان احنا من الاول متفقين على خمس حكام. خلاص هو بالظبط، انا بقول لك كده. حكم خامس، حكم لازم تستكمل المسابقه بنفس الكلام. ثلاث حكام يقدر يدفع للست حكام، ما فيش مشكله. نجيب الباقيين المصريين لو في اسماء ممكن ثلاث حكام. لا ده معناه ايه؟ ده معناها خطير جدا كمان، مش قصه فلوس، معناها ان الحكم المصري حكم الساحة المصري حكم خايب وما يقدرش يحكم الا لما يكون في واحد من ورا المرمى ده وواحد مرمى تاني. اما الحكم الاجنبي ده ناصح قوي ويقدر يحكم الملعب كله، مفيش مشكله. انت بتقلل من قيمه الحكم المصري ومن كل الحكام المصريين اللي بيديروا في الدوري المصري، وده نقطه خطيره جدا جدا جدا، مش قصه فلوس. ويعني هل عدم استكمال المسابقه بنفس اللوائح اللي ابتدت بيها، هل ده ممكن يبطل من المسابقه في مصر؟ خلاص الاجابه كده عرفناها، خش على السؤال اللي بعده. اي بص يا باشا، انت اي حاجه ممكن تحصل في الكوره في مصر، اي حاجه ممكن تتوقع، اي حاجه بتيجي على دماغك ممكن تتوقع. للاسف. ليه بقى؟ لان احنا عندنا قوانين وعندنا لوائح بس لا تطبق، لا تطبق فعلا، بدليل ما وصل اليه حال جمهورنا. ما انت لو عندك قانون ما كانش حصل اللي حصل في بورسعيد، لو عندك لوائح وقوانين بتطبق على الكل ما كانش حصل اللي حصل في الدفاع الجوي، ما كانش حصل في واقعة الجلابيه في ماتش الافريقي والزمالك. صح. ما كانش حصل ليه بقى؟ لان انت من البدايه ما بتحلش المشكله، انت ما بتحلش المشكله. المسؤولين بيطلعوا والحمد لله وربنا يكرم وان شاء الله والاهلي هيلعب في بورسعيد وبورسعيد هتلعب في مصر والكلام ده كله، لكن حد حل المشكله اللي بين الجماهير دي وبين بعضيها؟ حد قال ان انت لما تخطئ هتعاقب؟ هل حد اخطا وعوقب؟ انت اول ما بيحصل مثلا شغب في ملعب ولا بتاع ولا في مباراه يتقبض على الجمهور، مصر كلها بتقوم وتقعد، ده طلبه، ده عيال صغيره، ده مش عارف ايه. لكن لو حد اخطا من الكبار حتى مش من الصغيرين، لكن للاسف كله ماشي ليسي او هليهلي ماشي. فانت اي حاجه في مصر خارج اطار القانون واللوائح ممكن تحصل عادي خالص. طب أنا وتعدي انا وتعدي. عايز اسال ويتوافق عليها وتبقى عرف ان ده حصلت قبل كده فنكررها تاني. عايز اسال سؤال مهم جدا، ايه سر تعنت اتحاد الكره مع النادي الاهلي؟ يعني مثلا
نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم المنقضي اخر حاجه اللي هو كما بين الاهلي والترجي، وعرفنا كلنا الازمه اللي حصلت في المباراه والقرارات اللي خدها الكاف في 72 ساعه او اقل كمان بخصوص النادي الاهلي. ليه ما كانش فيه تحرك من اتحاد الكره وخصوصا كان فيه تحرك ضد الاهلي طب ليه ما كانش مع الاهلي وخصوصا ان هو قادر فيه تحرك ضد الاهلي ان هو قادر على الحفاظ كان فيه تحرك ضد الاهلي النادي الاهلي زي ما تحرك ضد الاهلي في الماتش اللي اتوقف فيه الجمهور على فريق الترجي ليه تحرك ضد الاهلي في الماتش اللي اتوقف فيه الجمهور عن حضور المباراه الماتش اللي هو كان قبل النهائي اللي هو كان بعد واقعه فوق السيف ولا حريه كناك حريه كناك لا الدور الثمانيه انت فاهم وفوق السيف قبل النهائي فانت عندك ازمه ان الناس اللي هنا واقفه ضدك لصالح اشخاص ثانيه. طب ليه بيعملوا كده من وجهه نظرك مع ان احنا نادي مصري على فكره النادي الاهلي نادي مصري يا جماعه مش نادي يعني مش عايزين نصعب نفسنا كده لا النادي الاهلي قوي طبعا حاجه من حد اوكي اكيد ده شيء مفروض منه مظبوط حاجه من حد ده شيء مفروض منه صعب نفسنا حد ضدنا ما حدش يقدر أوكي. على جماهير واداره النادي طبعا ده شيء مفروض منه لكن انت دورك فين كاتحاد كوره منتخب من جامعه عموميه وجامعه عموميه واقفه في ظهره وفي جمهور واقف في ظهره امير بيسال استاذ شريف بيقول هل ده دور اتحاد الكوره فين يبقى عند مقابل ان النادي الاهلي لا يرضخ الى قرارات اتحاد الكوره وبالتالي مش انت بقى عايز تلعب بالشكل اللي انت عايزه كمل بالطريقه اللي انت عايزها. لا هو الاهلي مش بيرفض الرضوخ لانتقالات حد لا الاهلي بيقول قوانين انت عور في عينك هي دي المشكله لا وبتحكمه لوائح وقوانين في قرارات ما ده اللي بتكلم عايز يطبق القواعد والقوانين واللوائح والحاجات دي كلها واتحاد الكوره عايز مش يخليها يمشيها زي ما قال الشيخ. هو الفرق ما بين الاهلي وكف غير اساسات ان الاهلي ماشي بالنظام بالمزاج كده النهارده الجدول كذا. طيب ايه الاهم بطوله الدوري ولا بطولة الكاس؟ ولو بطولة الدوري أهم وأنا عارف إن دي ممكن تكون إجابة لحضرتك ليه بنحشر لقاءات الكاس وسط الجدول المعلن عن بطولة الدوري العام؟ هو المفترض إن بطولة الكاس دي زي ما اتفقنا كده وزي ما قال الكابتن طارق العشري إنها بطولة بتبقى بتدي حافز للأندية الصغيرة إن هي تكافح وتعمل وتعمل كده فالمفترض لها مواعيد ثابتة مواعيد ثابتة دي زي ما بيقول الكتاب زي ما بيقولوا كده حطينا مواعيد هتمشي دور ال 32 هيتلعب في شهر مثلا يناير دور اللي كذا في آخر مارس دور الثمانية واللي مش عارفين يخلصوا كذا لكن اتحاد الكورة عشان خاطر ما عندوش نظام فشايفها ان هي بطولة تكميلية مش بطولة أساسية يعني هي بطولة مهمة جدا ومن أقدم البطولات أقدم بطولة الدوري ورغم ذلك اتحاد الكورة بيعاملها على ان هي بطولة يعني كمالة عدد او كمالة ايام او طب لو بيعملها كده هيحطها ليه في وسط الجدول الدوري؟ مفيش الكلام ده احنا ما عندناش وقت عشان نملى فراغات احنا بطولة الدوري كله هو من زمان ماشي كده هو من زمان ما تلقاش دور من ادوار كاس مصر اتلعب في مكان في ميعاد ثابت على مدار السنين اللي فاتت كلها حسب التساهيل النهارده ممكن جدا فترة توقف الدوري العب من غير الدوليين ماشي في المنتخب فترة تجمع للمنتخب يبقى ايه نخلي الاهلي والزمالك يلعبوا غير الدوليين ونعمل دور ال 32 لا نعمل يا اما يجي دور الثمانيه يقول لك لا 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 الاهلي والزمالك بيعترضوا على الدوليين يلعبوا بالدوليين مفيش قواعد ثابته لو هو عنده قواعد ثابته يقول لك لا الكاس مصر واحنا حضرتك مش بدانا الموسم القايمه 25 النهارده بقى 30 في نص الموسم مفيش كده في العالم انت بص عادتك انا يعني في اوروبا الدوريات بره القايمه مفتوحه بس عشان لما تيجي تلعب كاس لا بس هم مفتوحه ليه لا مفتوحه باحترافيه دوري ايوه حاجه بسيطه بره ما ينفعش في عقد بيني وبين حضرتك طرف واحد اللي يلغيه هنا لعيب الكوره بعد ما الموسم ينتهي لو ماضي 3 سنين يحق ليا بعد 15 يوم من انتهاء اخر مباراه في الدوري جواب على البيت اقول له شكرا مش عايزك بره السنتين يا اما بالتراضي نفسخ التعاقد يا اما عقده ينتهي يا اما بعد السنه الاولى اديله مرتب السنه الثانيه كامله لكن هنا مفيش تفاهمني فانت عامل القايمه بره او هنا على اساس مثلا ايه يبقى عندك مسابقه ثانيه تلعب مظبوط وده بنشوفه خالص طبيعي جدا يعني تلاقي برشلونه في الكاس فرقه وفي الدوري فرقه وفي دوري الابطال فرقه صح يعني في تغييرات مش بقول بغير كامل في بعض العناصر بيريحها كده عشان كده انت عامل قايمه كبيره وماشي بدات الموسم 25 ظلمت انديه بتلعب اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد تلعب دوري وكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه فانت ظلمت دول جيت حسيت بالظلم فرحت معدلها افتح على خمسه كمان يبقوا 30 نرجع 30 مفيش كده في العالم المسابقه تبتدي بوضع ولوائح وقوانين ونظم ويجي في النص تعدلها لصالح حاجات تانية تمام
بتكلمش يعني انا عايز اسالك ممكن يكون ان قائمه تبقى 30 دي في صالح الانديه الكبيره. طب الانديه الصغيره اللي معهاش وبنت خططها على 25 تعمل ايه؟ ما في انديه مادياتها قليله دلوقتي ماشي وما عندهاش، خاصه الانديه الشعبيه وبتعتمد على رجال الاعمال والتمويل الذاتي ماشي. لكن فانت باي منطق عايز تدير مسابقه بالطريقه دي؟ باي منطق عايز تدير مسابقه بالطريقه دي؟ لو لا تقول لي في مصر، في مصر يحصل اي حاجه. طيب استاذ محمد صادق بشكرك شكرا جزيلا. انا بس عايز اسال سؤال اخير عمر معلش بسرعه قبل ما نشكر ضيوفنا سريعا بسرعة. الحلول اللي نخرج من الازمه دي سريعا، الحلول من وجهه نظركم يعني اتحاد الكره، النادي الاهلي عارف هو هيتصرف ازاي، لكن اتحاد الكره ازاي هيقدر يجد حلول للخروج من هذه الازمه؟ نرجع للجدول الاولاني. تمام الحل هيجي فوقي طيب. استاذ محمد صادق بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. انا بشكرك واشكر الاستاذ امير و نورتونا وشرفتونا اكيد، ونكرر ان شاء الله خالص العزاء طبعا للفقيد الكبير استاذ ربنا رب يرحمه يا رب. ربنا يرحمه استاذ شيرا عادل، شرفتنا ونورتنا، استمتعت بالحوار مع حضرتك. ربنا يخليك يا عمر وربنا يخليك يا ربنا يخليك، نورتونا وشرفتونا وخالص عزاءنا لاسره الاستاذ خالد توحيد ربنا يرحمه ويغفر ليه ويصبر اهله ويصبرنا ان شاء الله. بشكركم طبعا شكرا جزيلا، ودي اكيد كانت فقره مهمه جدا من حلقه الاهلي الليله، واتكلمنا فيها في العديد من الامور بخصوص بالتحديد قرار النهارده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي وكل الكواليس الخاصه سواء اتحاد الكره او بالنادي الاهلي وبطوله الدوري وبطوله الكاس بشكل عام. اكيد كانت فقره مهمه ومميزه، لكن طبعا بعد الفاصل هنروح الاول لمسجد عمر مكرم علشان ناخد كريم احمد طبعا بعض اللقاءات الخاصه مع بعض الشخصيات العامه لحضره عزاء دكتور خالد توحيد النهارده، وبعدين مباشره نرجع للكابتن خالد العوضي وفقره اخرى من الاهلي الليله خاصه بالالعاب الاخرى بعد فاصل. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، نقدنا الكبير الاستاذ محمد سيف، طبعا بنقول خالص العزاء لاسره الدكتور خالد توحيد، اخ اكيد وزميل في الصحافه، فقدنا بالفعل شخصيه طيبه. استاذ محمد بتشوف الفقدان ده ازاي، وبتشوف كمان النهارده التجمع الكبير ده ازاي؟ اسمع ولد رحمة الله على الزميل، هو مش زميل وده زميل وصديق وأخ ومشوار صحافة مع بعض في مكان واحد 25 أو أكتر من 27 سنة. يعني صعب إنك أنت تقيم مشوار ال 27 سنة أو تختصره في كلمتين يعني، لكن اختصارا يعني إنسان بمعنى الكلمة. بدأ معانا يمكن محرر تحت التمرين إلى وصل لأعلى المناصب كرئيس تحرير مجلة، ما تغيرش، هو خالد توحيد، نفس تركيبته طيبته جدعنته شهامته، كل حاجه فيه كانت كويسه، نسال الله سبحانه وتعالى تغمده برحمته. فعلا حسن الختام كمان في النادي الاهلي وساجد هو انسان كان قريب من ربنا. وشوف احنا في عملنا الصحفي ممكن تبقى بتختلف مع حد، بس بتختلف في المهنه كشغل، لكن في النهايه يبقى المعامله الطيبه والقلب الطيب. هو كان انسان بيتعامل مع ربنا، سواء كان بيدي حد حق الواحد او ان هو حتى بيجازي حد، كل ده من خلال المعامله مع الله سبحانه وتعالى. فعشان كده كان حسن الختام اللي احنا شفناه ده. شكرا. استمرارا لتغطيتنا الخاصه لعزاء رئيس قناه النادي الاهلي للدكتور خالد توحيد حكمنا الدولي الكبير طبعا الكابتن ايمن نديجيش، بيقول طبعا رحمه الله على الدكتور خالد. النهارده يمكن شايفين كل الناس الصحفيين والرياضيين والشخصيات العامه متواجده النهارده، يعني قيمه كبيره وكان شخصيه طيبه جدا. حابب تقولي على فقدان الدكتور خالد؟ والله انا بقول البقاء قدامه لله، انا بنعزي انفسنا كلنا. طبعا الاستاذ خالد كان قيمه كبيره رحمه الله عليه، الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي، فبعزي كل الوسط والرياضي عموما، اخلاق واحترام وكان كل حاجه حلوه. الاستاذ خالد توحيد كان قيمه كبيره رحمه الله عليه، وبنعزي قناه النادي الاهلي وبنعزي كل احبابه واصحابه، زي ما احنا شايفين كل الناس كانت بتحبه، كان ذوق كان احترام، كان راجل عنده نشاط كبير في العمل. يمكن انا كنت تقابلت معاه من 10 ايام وشفته، رحمه الله عليه يعني، وما يعزش على خلقه، وربنا يصبر اهله يعني ويجازينا فيه خير يعني. شكرا. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا هنا من عزاء للدكتور خالد توحيد نائب رئيس نادي الزمالك السابق طبعا استاذ اسماعيل سليم. في البدايه طبعا بنقول خالص العزاء لاسره الدكتور خالد توحيد ومحبي طبعا النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، بتشوف فقدانه ازاي وحسن الخاتمه وصلاته في النادي الاهلي، بتشوف الامر ده ازاي يا اسماعيل؟ والله الدكتور خالد توحيد هو نفسه اللي بيتكلم عن نفسه، وهو الذكرى وهو الاخلاق وهو الادب وهو الرجوله، وعمره ما كان في عداوة مع أي حد، كان متسامح وده سمته. وعشان كده النهاردة كلنا جايين نعزي مش خالد توحيد، بنعزي نفسنا، بنعزي قيمة وقامة يعني فارقتنا، إنما لم يفارقنا ذكراه
وخلي التوحيد جوانا وفي قلوبنا ولن ننساه لأعماله ولخلقه الدمس وكل الحاجات اللي عملها خالد توفيق. وعشان كده حتى لربنا لما أراد أنه يستودعه في أحسن حاجة وأحسن مكانة وهو ساجد وهو مأدي كل اللي عليه، فرب يغفر له ويغفر لنا ويغفر لكل الرياضيين ويغفر لمصر كلها في هذا الشخص الدمس الأخلاق الأدب. وداعا وداعا خالد توحيد الدكتور العزيز علينا كلنا، وربنا يا رب يعوضنا خير عنه ويعوض مصر خير عنه، والبقاء لله لأسرته وللأهلي والجماهير الأهلي ولمصر كلها وللرياضيين أولا والصحافة. مش عارف أقول لمين ولا مين ولا مين، خالد أكبر من إن احنا يعني نتكلم فيه، لأنه هو بيتكلم عن نفسه، هو بيطرح نفسه بأخلاقه، بيطرح نفسه بكل حاجة حلوة، ما تبصش له لأي حاجة. كان هو رئيس مجلة الأهرام الرياضي، كان مثال للحيادية، والنهاردة برضو أنا بقول له هو رئيس لمجلة أو قناة النادي الأهلي، برضو كان حيادية متناهية، وهي دي أخلاق الأخلاق، أخلاق الفرسان. وإحنا بنتعلم منك يا خالد، والله بنتعلم منك الأخلاق، ويا ريت مصر كلها تبقى عظة لهذه الأخلاق. ومن هنا بدعو كل الناس إنها تتسامح وإنها تبص، كلنا للتراب، فليه كلنا ما نحطش إيدينا في إيدين بعض من أجل تراب هذا الوطن، من أجل مصر. يا رب تحيا مصر، وبنحبك يا مصر. وداعا خالد، مش عارف أقول لك إيه، بحبك يا خالد والوداع، وربنا يغفر لك ويسكنك فسيح جناته إن شاء الله. نعفو يا فندم. مستمرين معاكم من أعزاء الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي. كابتن عبد العزيز عبد الشافي طبعا يمكن حضرتك من القامات الرياضية الكبيرة، وأيضا كمان الدكتور خالد كان من الشخصيات الطيبة والشخصية الصحفية والرياضية وحب الناس، والحشد الكبير ده يدل على حاجة كتير جدا كتير. والله دكتور خالد بصراحة كان من الناس اللي هي مميزة جدا جدا، سواء في أخلاقها أو في علمها أو في أسلوبها، وكان إنسان يعني أكتر صفة بيتميز بيها إنه كان مؤدب جدا، وكانت حتى كتاباته دايما فيها احترام للناس، كان إنسان دايما بيسعى إن هو يعني يزداد علم. أنا ما أعرفش إن هو في يوم من الأيام زعل مع حد أو زعل حد، فيعني نتمنى له الرحمة، وأعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمه بالاسلوب اللي مات بيه بالسجده اللي كلنا كمسلمين ومؤمنين بنتمنى ان احنا نموت زيها، فربنا يكرمه بيها ان شاء الله وتبقى ليه كده سند ونور يوم القيامه باذن الله. شكرا. يمكن زي ما بنأكد ونقول حب الناس النهارده في التواجد الكبير في اعزاء المغفور ليه طبعا الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي، كابتن تامر عبد الحميد كابتن الكبير، النهارده زي ما بنقول يوم وفاء ليه، والناس كلها عارفه قيمه الدكتور خالد وطيبته وكتاباته كمان اللي كانت بدون تجريح، وحبه للنادي الاهلي. كيف ترى فقدانه وسجدته في الجامع في النادي الاهلي؟ بتشوف ازاي كابتن تامر الامر؟ انت قلتها، حب الناس خلاص، الا من اتى الله بقلب سليم. وأنا أشهد الله على مدار عشرتي مع هذا الرجل المحترم الكريم أنه كان صاحب قلب سليم ولسان سليم وقلم سليم ومواقف أغلبيتها سليم، تربطني به علاقة حب وصداقة وأخوة، وطبعا أخ أكبر وأستاذ ومعلم، إنما كنا بنتعامل مع بعض أو كان بيعملني كأخ أصغر لي وكصديق على مدار أكثر من 15 سنة عهدت فيها يعني أخ وصديق وحبيب ومعلم وأستاذ، وأنت جبت الخلاصة قلت حب الناس. والحمد لله رب العالمين على حسن الخاتمة، حسن الخاتمة من حسن العمل، نحتسبه عند الله بإذن الله، بإذن الله في أعلى عليين، وندعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا نبقى حسن الخاتمة زيه ونجتمع بيه كلنا باذن الله في الجنه باذن الله. والمصاب مش قناه النادي الاهلي خالص، ولا المصاب عالم من اعلام الاعلام في مصر، لا ده المصاب يعني قيمه كبيره جدا 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 ما يعرفهاش الا اللي اتعامل مع الاستاذ خالد توحيد رحمه الله عليه. الله يخليك الله يخليك. خالد توحيد قيمه وقامه يندر وجوده إنسانيا وفنيا واجتماعيا وصحفيا وكل حاجة. رجل بمعنى الكلمة
احنا كلنا الوسط الرياضي والوسط الصحفي والوسط المصري خسر رجل يندر وجوده في هذه الايام. السلام عليكم. تتوافد طبعا رموز الكره المصريه نجوم نادي الزمالك والنادي الاهلي والشخصيات العامه على اعزاء الدكتور خالد توحيد. معنا طبعا احد القامات الرياضيه الكبيره ونجم نادي الزمالك الكابتن محمود الخواجه. النهارده يمكن بنفقد راجل طيب وراجل كان بيحب النادي الاهلي وبيحب الجميع بصراحه. كتاباته ما كانتش فيها تجريح. حسن الخاتمه كمان يا كابتن محمود امر مهم جدا. حابب تقول النهارده في يوم وقت. والله هو المشهد بيقول يعني راجل كان على مستوى الاخلاق العاليه جدا، راجل صحفي قلمه نظيف جدا ملوان، راجل بتحب كل الناس زي ما انتم شايفين. انا شايف ان ده فرح بالنسبه له. الله يرحمه. من الشخصيات الواحد انا لسان يعجز اديله حقه حقيقي. فبقول الله يرحمه وربنا يغفر له والدعاء ان شاء الله ليه من الجميع لانه فعلا يستاهل دعائنا. وهو يعني اللي انا عرفت انه مات على سكات الصلاه دي حاجه يعني من عند ربنا. يعني ربنا يكرمه ان شاء الله وفي جناته ان شاء الله. الله يخليك. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. معالي وزير الرياضه طبعا دكتور اشرف صبحي. النهارده طبعا بنقول يوم وفاء ويوم العزاء النهارده للدكتور خالد توحيد، واحد من الشخصيات الرياضيه الطيبه في حب النادي الاهلي. بتشوف التجمع ده ازاي مع الوزير وبتشوف حب الناس ازاي؟ ما بشوف التجمع ده هو قد ايه الدكتور خالد كان شخصيه عزيزه على الوسط الرياضي كله والوسط الاعلامي والوسط الادبي والوسط الاخلاقي. رحمه الله عليه ما اختلفش عليه اثنين. كان في الحقيقة يعني قدوة كبيرة جدا ومات في عمله، مات وهو بيصلي. يعني رحمة الله عليه وإن شاء الله يكون مثواه الجنة. وأكيد ذكرى خالدة موجودة في كتاباته وفي أعماله وفي حاجات كتيرة جدا، وبيدي عبرة لحاجات يعني كتير بقى في حياتكم. مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وفقره الالعاب الاخرى وحصاد الاسبوع في الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. دوام لله. اكيد النهارده عزا الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي، وكلنا يعني اكيد عندنا حاله حزن كبيره، لكن هي دي حال الدنيا. لكن لازم ناخد منه مبدا الالتزام والانضباط ومبادئ كتيره جدا علمها لنا رحمه الله عليه، لكن الحياه لازم تستمر. رحم الله الدكتور خالد توحيد. هنبدا الحصاد الاسبوع الالعاب الجماعيه في النادي الاهلي وكره اليد وكره السله وكره الطايره وكره الماء. هنبدا بنتائج الفرق الاولى باذن الله لكره اليد. كره اليد بتشهد يعني الحمد لله النهارده كان عندهم مباراه مع سبورتنج في اسكندريه والنادي الاهلي كسبها 27-22. لكن خلينا نشوف النادي الاهلي في الاسبوع اللي فات عمل ايه وترتيبه جاي رقم كام في الجدول. نبدا بالماتشات اللي لعبها النادي الاهلي الاسبوع اللي فات. لعب النادي الاهلي مع طلائع الجيش وتعادل 22-22، وزي ما احنا شايفين قدامنا لعب في دوري المحترفين الاهلي 22 وطلائع الجيش 22. كانت مباراه قويه جدا. نادي طلائع الجيش نادي قوي، نادي فيه لعيبه كبار، في لعيبه كبار في نادي طلائع الجيش. نادي الاهلي كان برضو لسه راجعين من بطوله العالم، لسه لعيبه ما فيش يعني ما فيش لسه تركيز شويه. اكيد مع البطولات الكبيره بينزل المستوى، لكن قدروا يعوضوا مع نادي هليوبوليس وكسبوا 31-24. والنهارده مع نادي سبورتنج النادي الاهلي بيفوز 27-22. خلينا نشوف جدول الترتيب لفريق النادي الاهلي او جدول دوري المحترفين. النادي الاهلي في المركز الثاني. المركز الاول الزمالك لعب 3 مباريات وب 13 نقطه. النادي الاهلي في المركز الثاني لعب 3 مباريات، فاز مباراتين، خسر وتعادل، تعادل مباراه ما خسرش ولا مباراه وب 12 نقطه. تعادل هو مباراه الجيش. ونادي هليوبوليس الثالث برصيد 10 نقاط، 4 سبورتنج
برصيد 9 وطليع الجيش الخامس برصيد 8 سموحة السادس برصيد 7 نقاط والجزيرة السابع برصيد 5 نقاط ونادي الأولمبي الثامن وآخر ترتيب في الجدول برصيد 4 نقاط. خلينا نشوف تقرير بعد مباراة الأهلي ونادي هليوبوليس. المدير الفني نيكول ماركوفيتش والحارس الأمين الكابتن محمد عصام الطيار ويوسف معرف اللاعب المحترف من تونس قالوا إيه بعد مباراة هليوبوليس وترجعوا لنا مرة تانية. شو رايك؟ هو لونج ميتنج النهارده كان اجتماع مطول وحضروا برضه. اي سي ذات وي ماست بلاي كان كل التدعيم لينا من مجلس الاداره وي ماست كيب سبورت لجميع اللاعبين وهو ادى تعليمات امبارح ما تكتيك دي اتاك واس نص حسافرها سبيشال جود كان اجتماع بس توداي واس ماتش وشد عليهم واللعيبه كانت عندها حسن ظن الحمد لله يعني نفذوا تعليماته today for example we play 45 minutes خطوة بخطوة good handball maybe last 10 minutes not so good but this year will be down here very interesting what you say very hard because here are sure some team who can beat also the favorite as Al Ahly or Zamalek الحمد لله الأول على المكسب. الحاجه اللي عايز اقولها ان احنا ماتش النهارده كان بالنسبه لنا مهم ان احنا بعد تعادل امبارح ان احنا نرجع ثقه تاني في نفسنا ان احنا نقول للناس يا جماعه ان امبارح كان يعني عادي ان انت يحصل لك دروب في ماتش. احنا كان بالنسبه لنا التعادل ده دروب عشان احنا على طول متعودين ان احنا نكسب. النهارده كان دافع يعني كان زي ان احنا بنرجع ثقه في نفسنا تاني بنوري للناس يا جماعه لا احنا موجودين لا احنا فايقين لا الهاندبول في الاهلي مش عمره ما هيقع. والحمد لله يعني الكلام دوت كنا شايفينه في الملعب والنتيجه كبيره يعني الحمد لله خلصت يعني على خير. يعني كابتن ماركوفيتش كان على طول بيقول لنا يعني ان احنا نكمل. احنا طبعا دخلنا على سيستم جديد مع كابتن ماركوفيتش فاحنا بنحاول ان احنا نطبقه واحده واحده. اللي انا عايز اقوله ان فرقه هليوبوليس فرقه جامده كسبت الجيش وكسبت الاولمبي يعني فرقه بتكسب يعني احنا النهارده عملنا عليهم ماتش جامد وماشيين كويس يعني في الدوري. يعني انا شايف ان دي خطوه كويسه ان احنا نرجع ثقه الناس فينا وثقتنا في نفسنا. يعني احنا داخلين على سيستم جديد وبنبدا نطبقه واحده واحده الموضوع مش سهل يعني وان شاء الله يعني خير يعني ان شاء الله احنا ماشيين بخطه كويسه ناحيه مكسب كويس يعني كل نقطتين كل ثلاث نقط وكل مكسب بناخده دي حاجه بتزود ثقتنا في نفسنا يعني الحمد لله. احنا بنقول الحمد لله على الانتصار اليوم. كل اللعيبه يعني لعبوا كويس دفاع وهجوم يعني باخدنا كلام المدرب وستاف تكنيك كله. مباراة امبارح كانت يعني صحيح التعادل بعض الأخطاء الدفاعية والهجومية اليوم عرفنا ازاي يعني نتخطى دي العقبات دي واليوم شهدت مباراة كويسة خصوصا دفاعيا. يعني الدوري كان يعني بنفس ده في البطولة دي كل ماتش بنلعبه ماتش كاس يعني كل ماتش لازم نلعبه 100% يعني كل ماتش كاس لازم نكسب فيه ونلعب دفاع وهجوم يعني 100% يعني كل ماتش كاس هو زي ما شفنا لعيبه النادي الاهلي عصام الطيار ويوسف معرف بيتكلموا على المباراه وبيكلموا على مباراه الجيش وقالوا ان هو يعني كان في اخطاء لكن مباريات الكؤوس اللي يوسف معرف بالذات قالها ان دي مباريات كؤوس. الجمهور النادي الاهلي مش مستني غير حاجه واحده بس وكلنا مش مستنيين من فريق الهاندبول غير ان هو يكسب بطولات لان السنه اللي فاتت كانت في شويه مشاكل ما كانش في بطولات اللي كان الجمهور يتمناها من الفريق. لكن انا بقول لكم عن لسان على الجمهور لكل الناس لكل اللعيبه خلي بالكم الجمهور مستني منكم بطولات فقط لا غير. عندكم بطولات دوري وكاس وسوبر وبطوله افريقيه مش عايزين في بطوله تخرج من عندنا. يا رب التوفيق يا رب ان انتوا تكونوا في تجانس والمدرب الجديد عمل فيه زي ما انتوا بتقولوا عمل شكل جديد او عمل يعني توليفه جديده يا رب باذن الله تجانس سريع لان الامور كلها جايه تقريبا في شهرين. كل التوفيق لفريق كره اليد باذن الله اللي كل جمهور منتظره باذن الله على منصات التتويج. خلينا نروح لشباب مواليد 98 ونشوف عملوا ايه في نتائج الاسبوع ده. دوري مرتبط 98 الاهلي بيفوز على نادي الشمس 27-23 في مواليد 98 مع الفريق فعلا بيقدم مباريات كويسه وبيقدم مستوى جيد وهو ده اللي منتظرينه من فرقه 98 لكره اليد. خلينا نسيب كره اليد رجال ونروح لكره اليد سيدات. كره اليد سيدات عملت نتائج كتيره الاسبوع ده. خلينا نبص على نتائج الاسبوع ده لفريق الدرجه الاولى سيدات للنادي الاهلي.
في دوري العمومي الاهلي والسانتا 67-14 نتيجه كبيره، فريق السانتا لسه داخل الدوري حديثا فلازم يكون السكور بالشكل ده. والاهلي بيفوز على نادي 6 اكتوبر بنتيجه 38-20 ايضا. وبطوله منطقه القاهره الاهلي بيلاعب النصر نادي النصر في منطقه القاهره وبيفوز 32-15. نروح نشوف جدول ترتيب فريق النادي الاهلي لكره اليد سيدات بعد الاسبوع ده في ايه بالظبط. الاهلي في المركز الاول لعب 20 مباراه، فاز 19 خسر مباراه واحده بنقاط 58 نقطه. نادي سبورتنج بيجي وراه على طول في المركز الثاني 20 مباراه 18 فوز وخساره مباراتين 56. ونادي الشمس الثالث برصيد 54 نقطه، سموحه الرابع برصيد 49 نقطه، والمعادي الخامس برصيد 46 نقطه، الطيران السادس 45 نقطة، والسابع الجزيرة برصيد 45، نادي 6 اكتوبر الثامن برصيد 37. خلينا نروح لمكملين لسه معلش عفوا الجدول بس كبير، هم 15 فريق. النصر التاسع برصيد 32، الزهور العاشر برصيد 32، واصحاب الجهاد 11 برصيد 31 نقطة، و12 نادي هوليليدو برصيد 30، ونادي مدينة نصر 13 برصيد 25 نقطة، ونادي السانتا اللي لسه داخل حديثا الدوري الممتاز لكرة اليد السيدات 21 نقطة، ونادي المنصورة ال15 برصيد 21 نقطة. لسه خلصان ماتش حالا كان بيلعبوا نادي الجزيرة سيدات الأهلي وفاز 33-24، لسه الماتش خلصان حالا. خلينا نروح لتقرير بعد مباراة السانتا مع كابتن ياسر صلاح وكابتن غادة حسام وكابتن دعاء حلمي، نشوفوا قالوا ايه على مباراة نادي السانتا وترجعوا لنا مرة تانية. طبعا احنا كنا عندنا ماتش السبت اللي فات والثلاث والخميس دوت عندنا مباراة اللي هي بتاعت السانتا. احنا بنحترم اي فرقة نلعب، مالناش دعوة احنا بمستوى ايه اللي قدامنا، لان احنا هدفنا طبعا بطوله الدوري وده في الدور الثاني من بطوله الدوري. عشان عندنا الفتره دي يمكن احنا النهارده مريحين ناس كتير، عندنا ضغطه الاسبوع ده وعندنا لسه ماتش بعد بكره اللي هو يوم السبت والثلاث والخميس، بنلعب في الاسبوع ثلاث مباريات جنب ماتش الكاس او ماتش المنطقه. احنا الحمد لله يعني في ماتشات بنبقى عارفينها، بيبقى عندنا تمرين قبلها، يعني انا من الناس اللي انا بحط تمرينه قبل الماتشات ديت وباجي على الملعب على المباراه ببقى عامل حسابي على الحمل تمام، وبحاول ان انا ابقى ظابط اللياقه بتاعت اللعيب بتاعتي ان هو ما يقدرش ينزل في المستوى اللي هو قليل شويه. الفوز بالنسبه لنا دي حاجه كويسه. تاني حاجه زي ما حضرتك قلت ان هي فرقه متواضعه، هي فرقه لسه صاعده من الدور تحت. طبعا احنا بنشتغل على كل ماتش بماتش بتاعه وبنركز على حاجات معينه نتمرن عليها. الماتشات اللي جايه احنا ماتشات داخله علينا هتبقى قويه، عندنا ثلاث ماتشات في الاسبوع، فمش اهم حاجه عندنا ان احنا بنلعب زي ما نادي الاهلي او متعود علينا. الاداء بتاعنا لازم يعلى كل ماتش، مبصش بقى ان الماتش ده قوي او ضعيف، بص ان احنا عايزين نحقق التارجت بتاعنا اللي احنا حاطينه، وان شاء الله زي ما متعودين يعني ناخد البطولات بتاعتنا كل سنه ان شاء الله. طبعا هم بيبقى ستايل الناس ديت في اللعب بيبقى طريقه لعب بتاعتهم مختلفه تماما عن اللي احنا بنلعب معاهم، فدي بتدينا طرق لعب جديده، اسلوب ان احنا نلعب بيه. بنشتغل كتير على الجري والفاصات بريك، بنركز على حاجات معينه نعملها بحيث ان احنا في الماتشات القويه لما بنبقى في مثلا خطه لعب مش عارفين نلعب بيها او مثلا مقفوله علينا بيها نقدر نغير فيها تاني او نشتغل باي خطه تانيه نقدر نتعود عليها في الماتشات يعني. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. يعتبر ماتش النهارده كان ماتش سهل نسبيا يعني، بس احنا دايما بننزل ان احنا الاول نضمن الفوز وبعدين نضمن السكور، لا احنا يهمنا السكور. الدوري السنه دي شكله مختلف، كل فرقه ليها احترامها، كل فرقه ليها شكل جديد، فبنضمن السكور لان اي تعادل في النقط كده السكور هو اللي يخدمنا يعني. احنا دايما متعودين احنا بنلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، مالناش دعوه بالخصم اللي قدامنا. بيبقى هدفنا ان احنا نجرب حاجات جديده، نوزع الحمل على المباراه على الفرقه كلها علشان نتفادى اي اصابه تحصل اي حد يعني. المباريات دي بتبقى فرصه لينا ان احنا نجرب طرق جديده سواء في الدفاع او الهجوم، ان احنا نجرب تشكيلات جديده للفرقه مع بعض، خصوصا كمان ان الفتره اللي جايه كلها فيها ضغط ماتشات، ثلاث ماتشات في الاسبوع الفتره اللي جايه كلها، فالماتشات دي بتخدمنا في النص ان احنا نقدر نجرب الحاجات اللي هتنفعنا في الماتشات اللي قدام.
زي ما شفنا فريق كرة اليد السيدات وهو بيتكلم على البطولات وبيتكلم ان هو في الماتشات السهلة بيحاولوا يطبقوا الخطط عشان يقدروا يوصلوا لأحسن مستوى ليهم في الوقت اللي جاي، والماتشات المهمة بيقدروا يطبقوا دلوقتي خطط يقدروا يطبقوها في الماتشات المهمة. خلينا نقول ان هم برضو قالت كابتن غادة حارس المرمى قالت حاجة مهمة، قالت عايزين نكسب البطولات اللي احنا بنكسبها، كل الجمهور مستني بطولاتكم دي، وكل جمهور يعني عاشق للبطولات جمهور النادي الاهلي بيتمنى لكم ان شاء الله في المرحله الجايه ان كل البطولات تكون جوه النادي الاهلي، لكن لازم اشكر نادي الصنطة اللي فعلا موجود في جوه دوري المحترفين او دوري العمومي سيدات لكره اليد، لان اول مشاركه ليه في تكلفه عاليه بتحصل للبنات، لكن تصميم نادي الصنطة ان هو يكون متواجد دي حاجه مهمه جدا. خلينا نروح لدوري الناشئات في النادي الاهلي ونشوف عملوا ايه في حصاد الاسبوع ده لكره اليد. في بطولة الجمهورية 2002 الأهلي بيفوز على سبورتينج 31-3. بطولة الجمهورية مواليد 2004 الأهلي بيفوز على سموحة 29-26. كأس مصر مواليد 2004 الأهلي بيفوز على نادي الجزيرة 17-6. بكده نكون خلصنا حصاد الأسبوع لكرة اليد، لعبة كرة اليد في النادي الأهلي كان بالنسبة للرجال والسيدات. هنروح للعبة تانية وهي لعبة برضو معشوقة لكل جماهير النادي الأهلي، كرة السلة اللي هي يعني مدوخانة شوية السنة دي، لكن إن شاء الله بيكون في آخر السيزون نلاقي كل البطولات الحمد لله أول بطولة ليهم في الرجال دوري المرتبط، ولسه دوري التأهل لدور الثمانية في بطولة أفريقية مع نادي سموحة، ومباراة مهمة جدا في شهر 3. خلينا نشوف في كرة السلة فريق الرجال عمل ايه الاسبوع ده في دوري السوبر. في دوري السوبر الاهلي لاعب مصر التأمين وفاز عليها 77-68، وفي دور الثمانية من كاس مصر الاهلي لاعب طنطا وكسبها 85-61. خلينا نقول الاول دوري السوبر الاهلي بيحتل المركز الثالث ولسه ناقص له مباراة مهمة مرتقبة الاسبوع اللي جاي، اعتقد يوم السبت اللي جاي مع نادي سموحة. في دي مباراة مؤجلة، لكن المباراة في حد ذاتها مهمة للأهلي لأن دي مباراة هي البروفا على مباراة دور الثمانية بين الأهلي وسموحة. أكيد الاثنين هيلعبوا بخطط معينة، ممكن يكون خطط جديدة، خطط يجربوها في المباراة، ممكن يلعبوا بتكتيك مختلف يلعبوه في الدور الثمانية، لكن المباراة مهمة لكشف أوراق نادي سموحة بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله كل أمنياتنا لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي بإذن الله إن هو يقدر يعدي المرحلة دي ويعدي دور الثمانية اللي كل جماهير النادي الأهلي مستنياه. النادي الأهلي لما فاز على طنطا هيقابل في دور الأربعة في كأس مصر نادي الاتحاد، بعد ما نادي الاتحاد كسب نادي الاولمبي في دور الثمانية. خلينا نروح لتقرير لكابتن طارق خيري وكابتن مودي الجرحي وكابتن احمد برغوتة بعد مباراة طنطا، نشوف قالوا ايه وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده، والحمد لله بدون اصابات. عندنا الفترة دي تلاقي واحد بيجري لوحده يجي له سبرين، الحمد لله رب العالمين. لا احنا اجتماعات، احنا الموضوع كله التحفيز المرحلة اللي جاية، احنا بنبص دايما على اللونج ران. احنا عندنا يوم السبت بدايه دوري السوبر، واحنا عندنا ست ماتشات ورا بعض جامدين، بدايتهم هيبقى سموحه في جيش، في جزيره او زمالك، في سبورتنج ورا بعض. فدي كان يهمنا، انا عندي ناس راجعه من اصابه وعندي ناس مجهده من افريقيا، فانت على قد ما بتقدر بتحاول تعمل ريكفرنج وتمرينه، ما توصلش اللعيب ان هو يبقى اوفر تريننج او يجي له شد، وفي نفس الوقت عايز ترجع الناس اللي جايه من اصابه اذا كان فنيا او بدنيا، لان برضو لياقه المباريات او النفس بتاع المباريات مختلف عن التمرين مهما كان. انا كنت قلقان على الجمال شويه لانه امبارح اشتكى من حاجه في الركبه فجاه لوحده، الحمد لله كان شد خفيف كده او من عشان هو محمل على العضلات، فبقى يعني العضله الاماميه شدت شويه فسمعت في الركبه، انما مجمل الحمد لله النهارده سيف احسن، برغوتة كويس، جمال ماشي كويس، حاتم احسن برضو من افريقيا ظهره وكان في مشكله. عندي بس الناس المصابين بقى من افريقيا، كريم داشان والسلعاوي والعدلي دول تحت بيتعالجوا دلوقتي، والحمد لله رب العالمين. طارق زي ما انتم شفتوه النهارده انا 10 دقايق وشكله حتى كويس، لان انا مدينه راحه كافيه بعد المجهود اللي عمله في افريقيا. فدي المرحله اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي، وفي نفس الوقت احنا كجهاز ما بقدرش اقول للعيبه الكلام ده، يعني باصين لقدام شويه، وخصوصا انت كمان بقى عندك افريقيا في النص، يعني مع سيمي فاينل وفاينل الكاس قبل افريقيا على طول، يعني الموضوع كله متلاحم وكلها ماتشات زي ما انت عارف الدوري بتاعنا دوري صعب.
يعني كل الماتشات لازم تعمل تبذل فيها اقصى حاجه عندك، ما فيش حاجه اسمها النهارده رايح تقريبا هكسب في اي وقت، ما الكلام ده ما عادش موجود. فالحمد لله رب العالمين المكسب النهارده، وال12 لعبوا ولسه مصابين بنسبه كبيره كمان رجعوا الحمد لله. اولا طبعا الحمد لله على المكسب، يعني مكسب مهم دلوقتي في الوقت ده. طبعا دور الثمانيه حضرتك عارف اللي بيخسر بيطلع بره البطوله، فاحنا كنا طبعا جاهزين للماتش ده، ماتش على ارضنا، عارفين طبعا ان الماتش مفيش ماتش سهل طبعا في الباسكت دلوقتي. فالحمد لله قدرنا نكسب مكسب مهم طبعا دلوقتي، استعدادا لماتش يوم السبت مع سموحه برده، يعني ماتش جامد برده. طبعا تراحم كتير قوي لبطوله افريقيه من دوري والكاس، وترجع تاني دلوقتي دوري بعد كده كمان شويه بطوله افريقيه. بس طبعا احنا هو يعني مع كابتن طارق احنا متعودين كل يعني خلص اول حاجه افريقيا خلصناها نخش على الدوري، كل ماتش ماتش يعني. النهارده الكاس خلاص قفلناها، يجي من السبت عندنا سموحه هنا في الدوري بعد ما نخلص سموحه، وبعديها في برده جيش، بعد ثلاث ماتشات هنقفل نخش الكاس تاني. فاحنا متعودين الفرق 15 لعيب زي بعض يعني، فيعني كل اللود متوزع على 15 كويس يعني. والله احنا بنبعد ان احنا هنموت نفسنا في الثلاث بطولات كلهم يعني، احنا لعبنا بطوله واحده السنه دي دوري مرتبط كسبناها الحمد لله، وفاضل ثلاث بطولات، كل بطوله هنخشها هنموت نفسنا على قد ما نقدر، نحاول نكسب اكبر عدد من البطولات يعني ان شاء الله، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. والله الحمد لله على المكسب النهارده. بطوله طبعا بطوله كاس مصر بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، احنا اي بطوله بنخشها الحمد لله يعني بيبقى التارجت بتاعنا ان احنا ناخد البطوله، واحنا ماشيين بخطوات كويسه الحمد لله. خلاص احنا مربع غالبا بنسبه كبيره هنلعب الكازوم من الاتحاد والاولمبي، غالبا هيبقى الاتحاد باذن الله خطوه كمان وتلعب فاينل، فباذن الله مستعدين يعني باذن الله للبطوله باذن الله. واهم حاجه بالنسبه للعيبه اللي الكابتن طارق بيتكلم فيها، كل واحد يحافظ على نفسه بره الملعب وجوه الملعب. زي ما حضرتك شفت بعد الماتش لازم استرتشات اجباري، تلج ريكفري، لان عندنا برده في اصابات بعد افريقيا، عندنا اصابات بس الحمد لله اللعيبه اللي موجوده كلها رجاله وكله بيشيل مكان بعضه يعني الحمد لله. والله احنا ان شاء الله افريقيا عندنا سموحه ماتش رايح جاي، بعد كده تلعب مربع خلاص، فربنا يكرم ان شاء الله نكسب الماتش ده، بعد كده نبقى مربع فليها حسابات تانية باذن الله، لسه قدامنا حبه يعني نجهز ليها. الكاس خلاص كلها ماتشين باذن الله ربنا يكرمك، ولسه السوبر فيه شويه بس يعني الحمد لله احنا ما شاء الله الفرقه، انت لو بصيت على الفرقه ما شاء الله اللي جوه الملعب واللي بره الملعب، اللي بره الملعب ينزل اي خمسه فيهم بره الملعب ينزلوا فرقه، فالحمد لله السنه دي الفرقه شكلها كويس وباذن الله كل اللعيبه يعني تبقى على قد المسؤوليه باذن الله. زي ما شفنا بيتكلموا عن الوقت بقى ضيق، اخر السيزون بيجي قدامنا بطولات مهمه جدا، عندنا دوري سوبر لسه ما خلصش، عندنا دوري افريقيا ابطال افريقيا لسه، عندنا دور الثمانيه ومباراه مهمه مع نادي سموحه. كابتن طارق خيري بيؤكد ان ضغط الماتشات دي ورا بعض جاي، فلازم كم الاصابات يقل شويه. هو قال الحمد لله ما فيش اصابات، واكيد الحمد لله ما عندهمش اصابات دلوقتي، ولسه اللي راجع من اصابه لسه كابتن طارق بيجهزه، ان شاء الله يكونوا كل اللعيبه جاهزين رجاله على ارض الملعب، لان البطولات اللي جايه بطولات مهمه جدا 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 لجماهير وامتاع جماهير النادي الاهلي. خلينا نروح للناشئين في كره السله نشوف عملوا ايه الاسبوع ده في حصاد الاسبوع. في بطولة منطقة القاهرة تحت 16 سنة الأهلي بيفوز على نادي الشمس 62-57. هنروح لكرة السلة سيدات ودوري السوبر، الفوز على مصر التأمين 92-64، والفوز على نادي الشمس بنتيجة 86-65. فريق النادي الأهلي بيحتل صدارة الترتيب العام في الدوري ب 21 نقطة، وعنده ماتش مهم جدا بكره مع نادي الجزيره. هنروح لناشئات السله في النادي الاهلي، بطوله الجمهوريه للناشئات تحت 14 سنه الاهلي بيفوز على نادي العبور 36-13. وبطوله الجمهوريه للناشئات تحت 14 سنه ايضا الاهلي بيفوز على نادي الزمالك 58-22. بكده نكون خلصنا تاني لعبه عندنا من الالعاب الجماعيه وهي كرة السلة، ونروح لكرة الطايرة اللي يعني ما شاء الله ربنا يكرمهم الدوري شغال وبرضو داخلين على الأواخر، فبرضو لعبوا ماتشات كتيرة. هنشوف حصاد الأسبوع ده لدوري كرة الطايرة عملوا إيه. كرة الطايرة رجال الأهلي بيلعب في الدوري الممتاز أمام الطيران بيفوز 3-0 بنتيجة أشواط 25-16 و25-17 و25-17. الاهلي بيلعب نادي سبورتنج بيفوز ايضا عليه 3-0، الاهلي شوط بنتيجه اشواط الشوط الاولاني 25-19 25-18 و25-17 ما شاء الله لفريق كره الطايره بالنادي الاهلي.
الاهلي وسموحه 3-0. الاهلي 25-16 الشوط الاول، والشوط الثاني حصلك شويه مع الاهلي لكن فاز بيه 28-26، والشوط الاخير الاهلي بيفوز بنتيجه 25-17. الفرقه في صداره الترتيب العام دلوقتي برصيد 9 بونت، عنده ماتش مهم جدا مع نادي القناه في اسكندريه. يلا بينا نشوف ترتيب الجدول لحد نهايه الجوله الثالثه. الاهلي في المركز الاول بعد لعب 3 مباريات و9 نقاط، الزمالك الثاني لعب 3 مباريات في المركز الثاني 9 نقاط ايضا، لكن الاهلي ليه 9 اشواط والزمالك ليه 8 اشواط، فالاهلي في المركز الاول. الثالث طلائع الجيش بنتيجه 6 نقاط، الرابع سموحه بنتيجه 6 نقاط، الخامس نادي سبورتنج بنتيجه 3 نقاط، والاتحاد السادس بنتيجه 3 نقاط، والقناه السابع بنتيجه معهوش ولا نقطه، ونادي طيران الثامن برضو ولا نقطه لنادي الطيران. هنسيب الكبار وهنروح للناشئين في النادي الاهلي. بطوله الجمهوريه تحت 20 سنه، الاهلي بيفوز على نادي 6 اكتوبر 3-0 بنتيجه اشواط 25-15 و25-14 و25-18. بطوله الجمهوريه ايضا تحت 20 سنه، الاهلي بيلعب برضو مباراه مع نادي مدينه نصر بيفوز 3-0 نتيجه اشواط 25-15 25-11 و25-20. نروح لتقرير مع كابتن عادل لطفي وكابتن عمر اكرم ويوسف عطيه لاعبي الفريق بعد مباراه نادي 6 اكتوبر، نشوف قالوا ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. المباراه الحمد لله فزنا بيها، ولكن برضه لسه بقول المباراه مش زي ما انا عايز، ولسه عندنا احسن من كده بكتير، لكن طبعا عندي غيابات، في ناس مع الفريق الاول، في ناس عندها اصابات، في بره 4-5 لعيبه طبعا دول مؤثرين جدا عندي، فان شاء الله هيرجعوا في الفتره اللي جايه دي نبقى احسن من كده باذن الله الفتره اللي جايه اتمنى يعني. احنا يومين في النادي بنعمل تدريبات في الجيم حوالي ساعه، بعد كده في الصاله حوالي ساعه، بنحاول نلعب ماتشات وديه مع الكابتن جابي الفرقه اللي هي قبلنا، بنحاول نلعب احنا مع بعض 6-6 على قد ما اقدر، بحاول دايما اخلي اللعيب دايما في سير المباراه، يعني اي تدريب انا بشتغل بيه بخلي اللعيب ان هو يشتغل على تكتيك المباراه نفسه بحيث ينزل الماتش يلاقي نفسه بيلعب نفس التمرين بالظبط. اللقب ده غايب عن النادي الاهلي بقاله سنتين، الزمالك متصدر بقاله سنتين، السيد ان شاء الله عندي امل كبير في ربنا وطبعا في اللعيبه ان شاء الله ان احنا ناخد اللقب تاني من جديد، واتمنى ده يحصل ان شاء الله في المدى القريب. فريق غير مكتمل، في عندي اصابتين مهمين جدا، في عندي عمر ياسر وفي عندي احمد اسامه، تماثله للشفاء ولكن لسه مش في الملعب، قدامه حوالي 10 ايام كمان، ان شاء الله يلحقونا في خلال اسبوع 10 ايام باذن الله يا رب. الحمد لله المباراه كانت على ارضنا وفرقه محترمه فرقه 6 اكتوبر، الحمد لله كسبنا 3-0، احنا جاهزين لكل الماتشات ويمكن الدور ده هنعديه بسهوله، لسه بس هو الدور النهائي هو اللي ممكن يبقى فيه مشكله شويه وبيبقى اصعب علشان بيبقى فيه فرق اكتر وفي منافسين اكتر اصعب من الفرقه دي يعني. طبعا الماتشات اللي بتبقى على ارضنا بتبقى اسهل طبعا، فبيبقى المتوقع ان احنا نكسب 3-0 على طول. طبعا احنا بننافس دايما على المركز الاول سواء بطوله الجمهوريه او بطوله القاهره، اي بطوله بنلعبها احنا متربيين دايما في النادي على المكسب، والمكسب بالنسبه لنا هو المركز الاول. باذن الله ان شاء الله السنه دي هتبقى في النادي والسنين اللي جايه اكتر والاجيال اللي جايه هتبقى احسن من كده بكتير باذن الله. اهم تعليمات ان احنا ما نستهونش باي خصم، وان دايما من اول الماتش احنا فرقه نادي الاهلي لينا وضعنا، نكسب اي ماتش على طول، مالناش دعوه بالخصم اللي قدامنا سهل صعب، مالناش دعوه، احنا ننزل نكسب 3-0 وخلاص. هي مباراه كانت حلوه، واحنا كان في الاول كان في سيوان يعني ان هي فرقه اكتوبر وكده، بس هو يعني هي فرقه مش وحشه برضو، وفرقه كان في رالي كتير ولعب كتير، بس الحمد لله اتغلبنا عليهم 3-0، وفرقه الحمد لله عشان كنا برضو كنا ناقصين ناس، كانت اعضاء يعني فرقه عناصر يعني عناصر مهمه في الفريق وكده ما كانتش موجوده، بس الحمد لله تغلبنا على الماتش وقدرنا نكسب 3-0 الحمد لله. يعني احنا ما ينفعش احنا ناخد تاني خالص، لان احنا بالنسبه لنا احنا التاني كهزيمه كخساره، بالنسبه للنادي الاهلي التاني ده خساره. بس هو البطوله بشكل عام هو الحمد لله يعني يعني الفريق الاداري عندنا كله تمام وكل حاجه، يعني حتى الكابتن بتاعنا يعني بنبقى لو في معسكر او اي حاجه زي كده بنبقى جايين قبلها بيوم، وبنبقى يعني متمرنين قبلها بيوم ومدربين نفسنا قبلها بيوم، وكل ده الدنيا كلها متظبطه يعني، حتى الكابتن محمود فرج والناس دي بيقعدوا معانا ويعملوا لنا اجتماعات وكده ويكلمونا على الفرقه وازاي الدنيا دي لازم نظبطها والدنيا الكلام ده كله. زي ما شفنا فريق تحت 20 سنه والفوز على في البطولات والفوز في مباريات الدوري وبطوله الجمهوريه، خلينا نروح لفرقه 17 سنه ونشوفوا بتاع فريق كابتن جابر عبد السلام، شوف عملوا ايه الاسبوع ده في مباريات بطوله الجمهوريه.
تحت 17 سنة الأهلي بيفوز على نادي وادي دجلة 3-1. أول شوط ما كانش من نصيب الأهلي، كان من نصيب وادي دجلة 26-24 نادي وادي دجلة. الشوط الثاني الأهلي بيفوز 25-18، والشوط الثالث 25-17 و 25-16. بكده نكون خلصنا حصاد الأسبوع بالنسبة للكرة الطايرة للرجال والناشئين والشباب. نروح لكرة الطايرة سيدات. كرة الطايرة سيدات في الدوري الممتاز الأهلي بيفوز على طيران 3-0 بنتيجة أشواط 25-7 و 25-12 و 25-18. الأهلي كان المفروض هيلاعب فريق الزمالك، لكن الاتحاد أجل المباراة بداعي عدم جاهزية صالة الزمالك. خلينا نروح لجدول ترتيب البطولة بعد مباراة الطيران. الأهلي في المركز الأول 12 لعب 12 مباراة بفوز 12 مباراة 35 نقطة. الزمالك المركز الثاني 12 مباراة فاز في 11 وخسر واحدة و 32 نقطة. الثالث الشمس برصيد 29 نقطة. الرابع نادي سبورتنج 25 ونادي هليوبس الخامس 20 بونت. السادس نادي الصيد برصيد 1. السابع سموحة، الثامن الزهور، التاسع الطيران، العاشر 6 اكتوبر، 11 النصر، 12 اصحاب الجياد. بكده نكون عرفنا موقف فريق الدرجة الاولى لكرة الطايرة سيدات، هو متربع على القمة ما شاء الله عليهم. باذن الله اتمنى لهم، لان الاسبوع اللي جاي او هيطير باذن الله على معسكر خارجي عشان يرجعوا يلعبوا بطوله افريقيا المهمه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، تعويضا عن البطوله العربيه وخساره البطوله العربيه. لكن كل الجماهير وراكم وكلنا وراكم في البطوله اللي جايه، بطوله مهمه جدا جدا، عايزينها فرق قويه جدا هتشارك فيها، لكن احنا واثقين تماما في الجهاز الفني واللاعبات عندنا ان يقدروا باذن الله يفوزوا بالبطوله الافريقيه. نروح للناشئات تحت 19 سنة نشوف عمله ايه في حصاد الاسبوع. بطولة الجمهورية تحت 19 سنة الاهلي بيفوز على نادي الجزيرة 3-0 بنتيجة اشواط 25-10 و 25-22 و 25-21. الكرة الطايرة ناشئات. بطولة الجمهورية الاهلي بيفوز على نادي دلفي 3-0 بنتيجة اشواط 25-13 و 25-12 و 25-10. وبطولة الجمهورية تحت 14 سنة الأهلي بيفوز على نادي الزهور 3-1. الأهلي بيفوز بأول شوط 25-18، وشوط تاني نادي الزهور بيفوز 25-18، لكن الأهلي يرجع مرة تانية ويفوز 25-20 و 25-10. بالنسبة لكرة الماء الناشئين في بطولة الجمهورية مواليد 2000 الأهلي بيفوز على نادي الجزيرة 9-4. هنسيب الألعاب الجماعية ونروح للألعاب الفردية. هانيا مورو ما شاء الله، هانيا مورو بتكسب ذهبية القسم الشرقي للجامعات الأمريكية في السباحة في سباق 1650 ياردة حرة. هانيا مورو كسرت رقمها الشخصي ب 12 ثانية بزمن 16:39.98 كسر من المية. دي بالنسبة لهانيا مورو، طبعا نجمة كبيرة بنتابعها من أمريكا. الأهلي بيحصد المركز الأول في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة. توج المركز الأول بنات والثاني أولاد تحت 15 سنة، والمركز الأول تحت 13 سنة بنات. دايما النادي الاهلي حصاد في افضل سباحين. احمد سامح خد كاس افضل سباح برصيد 5 ميداليات ذهبيه وكاس افضل رقم تحت 15 سنه. ساره سليمان كاس افضل رقم تحت 15 سنه. ملك هشام محمد كاس افضل سباح برصيد 4 ميداليات ذهبيه وافضل رقم في تحت مرحله 13 سنه. هنسيب السباحه ونروح للكاراتيه. وجيانا فاروق، جيانا فاروق بطلتنا الكبيرة اللي احرزت فضية الدوري العالمي للكاراتيه في دبي، كلنا يعني وراء جيانا فاروق لانها باذن الله بتستعد لاولمبياد طوكيو، ودي اولمبياد مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي ومصر، وان شاء الله باذن الله تتوج بذهبية طوكيو. كلنا امال وكل الناس لازم تعمل سبورت قوي جدا لجيانا فاروق. هنروح لاخر حاجة عندنا النهاردة، لعبة الاسكواش.
كريم عبد الجواد بيفوز ببرونزيه بطوله الجمهوريه للسكواش لفردي الرجال. وبكده حصاد الاسبوع بينتهي مع كريم نجمنا الكبير كريم عبد الجواد. دايما كل يوم خميس بيكون عندنا حصاد نقدر نلم فيه الاسبوع كله، وعندنا تقارير كتيره جدا لازم بنعرضها يوم الخميس عشان نقدر يوم الاحد والثلاث. يوم الاحد والثلاث بيكون عندنا نجوم من النادي الاهلي بنستضيفهم علشان يعني يقولوا لنا اخبار ويقولوا لنا على المكسب وكل حاجه وكل حاجه زي كده. في نهايه الحلقه بشكركم ودايما على امل اللقاء كل يوم في الاهلي الليله من 7 ل 10. شكرا والى اللقاء.